ذكرت من أول اللي هو حالات الـ outbreak في الـ hospitals، لأن زي ما قلنا هي تكون مستقرة في الـ water tanks أو في أي source مثلا للـ water، أو مثلا في مراكز التبريد، أو مثلا في الـ يعني بعض الأماكن humid. فعشان كذا تعرض الـ patients لها يسبب لهم خطر يعني جدا كبير، ويكون عرضة بشكل كبير للعدوى بالليجنيلا. طيب السابس سيمتومز، the severe pneumonia occurs most frequently in susceptible patients. زي ما قلنا دائما عامل اللي هو موضوع الاميونيتي يلعب يعني دور مرة كبير، فهي طبعا تأثر بشكل كبير على الناس اللي هم immunocompromised. يعني مثلا زي عندكم الناس اللي هم عمرهم 50 فما فوق، اللي هم المدخنين، الناس اللي عندهم مثلا اللي هو lung disease or problems، و overall الناس اللي هم immunocompromised. طيب في two forms of legionella infection، في pneumonic form وفي non-pneumonic form، ومعروف يعني يعرف باسم Pontiac disease or Pontiac fever. طيب بالنسبة للنمونيك السيمتومز حقتها تكون تقريبا يعني شبيهة بأي نيمونيا، فيفر، لوس اوف ابيتات، هيديك، ماليز. طبعا بعد كده تطور معه موضوع اللي هو الكحة، وجود طبعا بلد في السبيوتم، حيكون طبعا شبيه بالتي بي، لأنه مرات كثير يصير في ميس دياغنوسيس بينه وبين التي بي. طبعا بعد كده لما نرسل عينة لله بيتأكدوا. طيب طبعا سيفيريتي للديزيز زي ما قلت لكم ممكن يكون بسيط وممكن يكون يعني خطير وفيتل. ديث اوكورز ثرو بروجريسيف نيومونيا وذ ريسبيراتوري فيلير اند اور شوك اند مالتي اورجان فيلير. طبعا من ضمن الكونسيكونسز للاكيوت اور فيتل نيومونيا اللي سببها نيوموفيليا، ممكن تسبب ريسبيراتوري ديستريس وتسبب اللي هو الشوك ومالتي أورغان فاليوز وتسبب الوفاة لا قدر الله. طيب بالنسبة لل اللي هو النمونيك، عذرا بس انتقل للصفحة اللي بعدها. طيب هنا طبعا هي البيكشرز هذه توضح كيف طرق اللي هو اللي هو المود اوف ترانسميشن للنجنيلا. طبعا زي ما قلنا الشخص لما يستخدم مثلا مويه تكون كونتامينيتد، هو حيصير انهيليشن للايروسولز او اللي هو دروب اوف ووترز، وبيصير طبعا انفيد بعد كده اللي هي اللنجز. وطبعا في احتمال جدا بسيط انه يكون مثلا يعني انتقال العدوى مو مثلا باستخدام الووتر، مثلا بشرب الماء. اثناء شرب الماء ممكن تنزل فيو دروبز يعني يصير لها انهيليشن ويصير عدو. طبعا هذه حالات جدا قليلة، نادرة جدا جدا، الأغلب يكون استخدام الكونتامينيتد ووتر. مثلا مرضى في المستشفيات الله يعزكم دخل مثلا التويلت يبغى يتوضى يبغى يسوي شاور زي كده، فيلقط العدو عن طريق الانهيليشن. طيب تكمل للنن نيومونيك ليجنيلا، السيمتومز حقتها خفيفة تقريبا وتس لايك انفلونزا لايك سيمتومز. الانكوبيشن بيريود حقتها تقريبا من فيو اورز اب تو 48 اورز. الاعراض الاساسيه لها اللي هي الفيفر والتشيلز والهيديك ماليز اند ماسل بين، زي ما قلنا اولموست سيميلر تو انفلونزا، وفي الأغلب ما يكون في أي deaths related to this kind of infection. طيب بالنسبة للدياغنوسيس، الدياغنوسيس طبعاً أول شيء الفيزيشن بيعتمد على signs and symptoms، وزي ما قلنا في الأغلب أغلب يعني infections تكون similar، فيرسل لازم عين للمختبر. طيب العينات توصل للمختبر، ممكن يرسل اللي هو طبعاً sputum وممكن يرسل urine. بالنسبة للسيوتم برضو نسوي لها كلشر على specific agar اسمه BYCE agar، طبعا specified
للليجونيلا ايزوليشن. مشكله الليجونيلا انها طبعا سلو جروور، تاخذ تقريبا مو زي اللي هو الاوردينري بكتيريا، تاخذ تقريبا اب تو 7 تو 10 دايز عشان يعني تنمو. فبهذه الطريقه حتكون يعني ويست اوف تايم، بس برضو السل يعني هذه الطريقه موجوده. طبعا اسرع طريقه اللي هي موضوع البي سي ار، بتعمل برضو بي سي ار للسبيوتم. كمان برضو في تيست يعمل ديتكشن للجنيلا انتيجين في اليورين سامبلز، هذا برضو يعني ريلايبل تيست ويعمل. طيب طبعا المود اوف ترانسميشن تكلمنا عنه قبل، ما احتاج يعني اعيده، عن طريق الانهيليشن. اللي هو البيريود اوف انفكتيفيتي، يبقى طبعا البيشنت يعني انفكشوس وممكن ينقل العدوى طالما انه ما يعني ما استقبل اي علاج وما تعالج ولا تشخص. طيب بالنسبه للبريفنشن كنترول، قدر المستطاع نقلل مثلا من احتماليه تواجد اللوجينيلا في مياه اللي هي المستشفيات وفي مثلا الووتر تانكس الموجوده هناك، ونتاكد انه يتعمل موضوع اللي هو دي كونتامينيشن باستمرار. ولازم طبعا كل فتره تاخذ عينات، يعني طبعا احنا في المختبر الاقليمي في جده في القسم انا عندي بتجينا عينات من اغلب اللي هي طبعا اللي هو الهيلث كير سنترز، بتجينا سواء governmental أو private طبعا، لانه هذا موضوع اساسي. فبنشيك طبعا على مجموعه ما pathogens. طيب الديسينفكشن قلنا ضروري، تمام. برضو نفس الشيء موضوع الانديكيشن، نرجع نكرر موضوع الانديكيشن والتثقيف لكل الستاف او مثلا للمرضى من طريقه انتقال العدوى، وكيف الواحد انه يحاول يتجنب مثلا استخدام مثلا المياه اللي تكون مثلا يشك مثلا انه تكون مصدر عدوى او تكون يعني احتماليه النظافه فيها قليله. طبعا افضل حل بالنسبه للبيشنتس اللي يكونوا منومين مثلا يستخدموا مويه تكون سيرايل. انا ما نعرف طبعا امكانيه تطبيقها في المستشفيات، لكن هذا افضل حل بالذات اللي هم الاميون كومبرومايز بيشنتس، سواء كارسينوجينيك بيشنتس، بيشنتس اندرغوينج تو اورجان ترانسبلانتيشن. هذول يعني الله يكون في عونهم ويعني ربنا يشفيهم لا يبلانا، يكونوا تحت يعني خطوره جدا عاليه عشان موضوع الاميونيتي. طيب برضو كمان طبعا زي ما قلنا المويه حتكون موجوده طبعا في المين ووتر تانكس، وحيكون طريقه انتقال العدوى للبيشنت زي ما قلنا مثلا اذا كان استخدم الووتر للوضوء لغسل وجهه، مثلا استخدم الشاورز او حتى مرات اللي هو السينكس تكون موجوده، لانه يكون المين سورس اساسا انفكتد، فينتقل طبعا ل ثرو بايبس اند اذر يعني المخارج الاخرى. طيب افضل حل طبعا بالنسبه للتخلص من اللوجينيلا، في شيء يسموه شوك تريتمنت اللي هو اوفر هيتنج، تمام. اوفر هيتنج اتوقع درجات حراره توصل من 70 ل 100، تمام، عشان يضمن انه مقتل كل اللوجينيلا. وكمان في حل ثاني اللي هو الشوك كولينيشن، يستخدم الكلور برضو بنسبه جدا جدا عاليه عشان يضمن يقضوا على جميع اللوجينيلا إن كانت موجودة. طيب كمان لازم avoiding the installation of other potential sources of infection such as decorative pools and fountains، يعني قدر المستطاع مثلا نحاول نقلل من الأماكن الكماليات، يعني الأشياء مثلا اللي ما لها هذيك الضرورة، مثلا زي اللي هي النوافير والأشياء الكمالية والجمالية، يعني بالذات في المستشفيات أو على الأقل في الوردز والأشياء هذه، يعني يفضل عد ما تكون موجودة. يعني طبعا مستحيل يكون طبعا جوة اليونتس موجودة، بس أنا أتكلم خارج المستشفيات، عفوا في مثلا في الباك ياردز تكون مثلا موجودة برا، وبعض المراجعين أو بعض المرضى مرات يطلع برا يغير جو زي كده، فممكن إذا كان قريب منها أو هذا ممكن يكون برضو يعني source of infection بالنسبة له. نفس الكلام اللي تكلمنا عنه تنتقل عن طريق الشاورز اللي هو الووتر تانكس الفاونتينز
والسويمينج بولز كمان. نيجي لآخر موضوع، موضوع اللي هو البكتيريا الباثوجينز، هو البخلدرية. تقريبا إلى حد ما البخلدرية برضو السورس حقها تكون موجودة يعني في السويل والواتر، فشبيهة نوعا ما باللوجينيلا، لكن يعني ما هي صراحة بنفس خطورتها. طيب البخلدرية از باثوجين هي كلام نيجاتيف بكتيريا found in soil and water. طبعا هي related الموضوع اللي هو طبعا الهوسبيتال او نوزوكوميال اوت بريكس، طبعا زيها زي السودومونا، زيها زي اذر بكتيريا. في الاغلب تعمل اللي هو يعني تكون مثلا انهبت اللي هو الميديكال برودكتس والانتيسيبتكس وهذه الاشياء، فمن هنا تصير سورس اوف اوت بريك within hospital. في حالات الانفستيجيشن الهيلث كير وركرز شود لوك فور كونتامينيتد اوبجكت ويذدرو، يعني مثلا اذا مثلا لا قدر الله اكتشفنا فيه تزايد في عدد حالات اللي هو البخلدرية، تمام، فالحل انه الاشخاص المسؤولين مثلا عن المرضى سواء نيرسز او الانفكشن كنترول بيرسونز يعملوا طبعا يعني يتخلصوا من جميع اللي هي المصادر، اللي هي المصادر المواد هذه عفوا اللي هي تكون contaminated، اللي هي الميديكال برودكتس والانتيسيبتكس اللي تكون ملوثة، يتخلصوا منها جميعا بغض النظر انه مثلا لو كان في مجموعة منها جديدة او لا، فيحاولوا يتخلصوا بالذات، يعني صنعها دائما يكون باي باتش تيجي من المصنع. ففي الاغلب اذا كانت contaminated في الاغلب تكون البقية يعني الى حد ما احتمالية أن تكون contaminated. طيب بالنسبة للسانز والسيمتومز، it can produce severe lung infections in young people with cystic fibrosis, often late in the course of the disease. A contaminated saline is administered to flush into vein through an IV. Bloodstream infections can happen. يعني بناء على اللي هو المود of infection، كيف مثلا البيشنت اخذ العدوى، لو كان مثلا اخذها عن طريق استخدام اللي هو السوبز والاشياء هذه والشاور حتسبب له نيومونيا، تمام، او اذا كان اخذها لا قدر الله في مثلا نورمال سالاين وكان هذا النورمال سالاين انفكتد بالبكتيريا، فطبعا لما ياخذ الاي في حيصير له طبعا بكتيريميا ويصير له هو بلاد سيم انفكشن، حتجيله الأعراض زي ما أنتم عارفين البكتيريميا، فيفر، chills, shivering, sweet skin, confusion, shortness of breath وباقي الأعراض. طيب if contaminated chlorhexidine is administered for oral care of ventilated patients, ventilator associated pneumonia care happens. طيب إذا كان البيشنت أخذ العدوى مثلا من اللي هي الventilators أو أي other device لازم يتم تعقيمها بالكلورهيكسيدين. طيب بالنسبة للدياغنوسيس، طبعا زي نوع من نوع البكتيريا زي ما قلنا ترسل عينات للمختبر وتعمل لها كلشر. طبعا بالنسبة للبخلدرية سهل عزلها، طبعا تعزل من العينات السبيوتم من الوونز، مرات برضو كمان نعزلها، لكن عزلها حتى الجروث حقها جدا سهل، تم تقريبا من 18 ل 24 ساعة، ما هي مقارنة مثلا بالليجينيلا أو التي بي، يعني فترة اللي هو الجروث حقها يطول. كمان طبعا بالإضافة اللي هو البي سي آر تيستينج حتكون طبعا أسرع وتختصر على الوقت. مود اوف ترانسميشن زي ما ذكرنا سابقا اللي هو contaminated medical مثلا tools instruments او مثلا other devices، وبرضه ممكن الانفكشن ينتقل من patient لpatient عن طريق droplets. متوسط incubation period للبخلدرية before
يعني experiencing signs and symptoms almost 9 days. بالنسبة لل infectivity period بالقدير غير واضحة, وال prevention and control بالأغلب جميع يعني ال procedures تكون برضو similar. طبعا نستخدم اللي هو ال stop using any remaining contaminated products زي ما قلنا نتخلص منها. والخطوة الثانية طبعا يعني نتلف جميع اللي هي سواء المستحضرات الطبية, الصوابين إذا كان وجدت في أدوية أو في normal saline أو whatever برضو كمان نتخلص منها. لازم طبعا نعمل notification, نبدأ نسوي notification لل infection control unit. بعد كده طبعا بالتتابع ممكن لازم يبلغ يعني الهاير اوثوريتي في المستشفى, ممكن يبلغ مدير المستشفى تكون مشكلة, وبعد كده طبعا يسوون investigation ويتأكدوا من موضوع الانفكشن. طبعا بالنسبة للفاكسينز لا يوجد أي فاكسين للبلوكولدرية. شكرا جزيلا, هذا بالنسبة لمحاضرة البكتيريال باثوجينز. أتمنى أني ما أكون أطلت عليكم, ولا كمان أتمنى أني عجلت بزيادة, وأعتذر مرات زي ما قلت لكم من سلايد سلايد ما أعرف أنا يعلق عندي ما نعرفه من اللابتوب أو من الويب سايت. طيب الآن نيكست ليكشر حتكون عن الفنجل باثوجينز, وإن شاء الله الليكشر اللي بعد البريك حتكون عن الفيرل. أستاذ أبرار طيب يا اخوان لو سمحتوا واضح بالنسبه لكم البرزنتيشن, يعني انا عرض قدامكم موجود او مو موجود انا ماني عارف صراحه, اذا يبان عندكم او لا. ايوه يبان دكتور واضح. طيب الله يعطيكم العافيه, اعذروني عشان انا ماني عارف صراحه اذا كان يبان او لا. طيب بسم الله نبدا. طيب بالنسبه للفنجل نفس فكره البكتيريا, طبعا ما حنقدر عشان يا جماعه ضيق الوقت ما راح نبدأ نتكلم عن جميع أنواع اللي هي الفنجل باثوجينز. هنتكلم تقريبا عن نوعين أو ثلاثة تكون يعني طبعا highly يعني with highly importance. بنفس الفكرة طبعا هتكلم عن الكانديدا أوريس والأسبرجيلوسيس. ما راح صراحة يعني أفصل كثير في موضوع الكانديدا لأنه أتوقع في أتوقع أحد من الزملاء راح يتكلم عنها هذا الأسبوع إذا ما خاب ظني, أتوقع في فترة مسائية أو ثاني أسبوع أنا ما أعرف صراحة. فبرضه راح أديكم فكرة بسيطة عنه إن شاء الله, وراح تأخذوا التفاصيل مع الأستاذ اللي راح يلقي لكم إن شاء الله محاضرة بإذن الله. هغطي نفس المواضيع أو نفس النقاط بنفسها زي موضوع اللي هو البكتيريال باثوجينز. طيب بسم الله. بالنسبة للإبديميولوجي طيب Candida auris is an emerging fungus that present a serious global health threat due to several reasons. طبعا هي يعني صراحة صارت تعتبر ك worldwide alarming, دحين صارت يعني دقة ناقوس الخطر بالنسبة للمنشآت الصحية.
بدأت أتوقع إنه first emerged كانت أتوقع في اليابان عام 2009. بعد كذا بدأت الحالات تزيد تزيد تزيد، وإحنا حرفيا الآن صرنا في يعني في القطاع الصحي نشوفه بتزايد بعد كورونا، عشان موضوع ما أنتوا عارفين موضوع اللي هو يعني نقص العدوى في هذه الفترة، وموضوع يعني كمان العدوى بالكورونا فسببت مشاكل، وهي تعتبر يعني كأنها اوبورشنستيك. ففي حالة مثلا يكون البيشنت أو أي بيرسون يكون كارير لها، فإذا كانت توفرت بعض يعني الفرص السانحة مثلا زي موضوع نقص المناعة أو إصابة بأي انفكشن، فيصير تاخذ فرصتها وتسبب انفيدنج وتسبب مشكلة. طيب المشاكل الرئيسية تتمحور حول الكانديدا أوريس زي ما قلنا، صارت مور كومون، ومشكلتها للأسف وهذا شيء أنا بشوفه بنفسي يعني في الريبورتس، بشيك على النتائج عندي في يعني جينا في المختبر الإقليمي في جدة، تيجي ام دي ار. يعني كل الريبورتس اللي عدت علي أمانة ام دي ار لجميع أنواع الأنتي فانجل اللي بيعملها الفايتك. طبعا عندي جهاز فايتك ما، وفي الأغلب باقي الأجهزة لو كان فيها حيكون يعني ماشيين بنفس البروتوكولز، في أنفوتيرسين بي، فلوكونازول، وباقي الأوفوريكونازول وباقي الأنواع الباقية. تمام. طيب زي ما قلنا هو أكثر خطورتها أنه ممكن تسبب outbreaks في الهيلث كير سيتينجز، تمام، في المنشآت الصحية. طيب only three classes of antifungal drugs are available to treat severe candida infections اللي هي الأزوز والكينوكايدينز والأنفوتيرسين بي، وزي ما قلت لكم على الأسف أنا بشوف أغلبها تكون resistant، يعني هذه الخطورة الآن اللي بنواجهها. طيب مشكلة الكانديدا أوريس أنه ممكن تسبب severe disease زي ما ذكرت من قبل في موضوع اللي هو أو في الأشخاص اللي هو immunocompromised. طيب الخطورة تكمن فيش أنه عوامل الخطورة device insertion including feeding tube، مثلا بالنسبة للمرضى النوامين الله يرفع عنهم ويشفيهم يا رب، إذا كان بالنسبة يتعرضوا feeding tube أو central line أو الفنتيليتور يكون الآن عرضة ليعني يصابوا بالعدوى هذه، اللي هو immunosuppressive patients اللي هم patients اللي undergone to recent surgery، diabetic patients المرضى اللي يعني تناموا فترات طويلة طبعا في المستشفى، وإحنا دائما عارفين دائما دائما يعني الواحد قدر المستطاع يعني يقلل يعني مثلا زيارة المستشفيات، أو حتى قدر المستطاع يمنع الأطفال إنهم يروحوا المستشفيات لأنه صراحة source of infection. الله يكتب الأجل لجميع يعني الممارسين الصحيين. طيب hospital outbreak، hospital outbreak have been reported in admitted patients in different units، زي ما قلنا هذا شيء normal بنشوف بتصير حالات outbreaks في أغلب عفواً عشان يعني ما نكون دقيقين، مو في أغلب الأماكن، في بعض الأماكن، وأنا يعني اطلعت على بعض الحالات يكون في outbreak في يعني مكان معين. طيب symptoms and clinical picture، infections have been found in patients of all ages، يعني ما له عمر محدد حسب يعني الحالات اللي تم رصدها، مثلاً ما تكون مثلاً يعني a specified or specific group of patients، لا يعني رصدوها لكل، وفعلا أنا بعض الحالات شفتها لنيونيتس يكونوا دوبهم مولودين يعني سوء الحظ يعني يصابوا بالعدوى. طيب candida auris has caused bloodstream infections, wound infections and ear infections، طبعا هذه فعليا أغلب الأمراض اللي تسببها تعمل bloodstream infections، وبرضو كمان يتم عزلها من الوونز، وكمان يعني في حالات نادرة يتم عزلها من الإير. It also has been isolated from respiratory and urine specimens, but it is unclear if it is causes infections in the lung or bladder. فعلا برضو كمان يتم عزلها من عينات اليورين. يعني بعض الحالات أنا مرات مثلا استقبل عينة مثلا سبيوتم لنفس البيشنت وعينة يورين. في بعض الحالات اعزل البكتيريا او عفوا اعزل الكانديدا اوريس، طبعا هي فنجاي، اعزلها من تو سامبلز، بس طبعا مو معروف ان هي تسبب يوتي اي او لا. طيب يعني هنا مجرد زي السكيل او معيار يقول لك ايش هو السسبكتد كيس، مثلا السسبكتد كيس يكون
اتعمل له مثلا ارسل عينه، يعني كانوا مثلا شاكين فيه في الكلينيك وارسلوا عينه للمختبر، واتعمل له مثلا اختبارات يعني غير دقيقه يعني، او يسموها ال نون كونفورماتوري يعني تيست، فما ما يكون يعني في ريزلت اكيد 100%، فيعتبر سسبكتد، ما يكون يعني مثلا ترو اور انفكتد كيس. تمام. طبعا هذه الصوره توضح بعض المواضع اللي ممكن يتم عن طريقها انتقال او كسب العدوى بالنسبه للكانديدا اورس. طبعا اللي هو اكثر صراحه مشكله يعني، او اكثر مسبب لنقل العدوى في المستشفيات، اللي هو الهاندز اوف فيلد كير وركرز. عشان كذا جماعه الخير من باب يعني، انا متاكد يعني ما شاء الله كلكم كزملاء الان هنا موجودين معانا حريصين، يعني ما يحتاج نوصي، بس برضو زياده في التاكيد، انا عارف الواحد مرات مع ضغط الشغل فنوعا ما نقول انه يتكاسل، بس انه مرات ينسى مثلا ينتقل من بيشنت لبيشنت، او مرات مثلا ممكن يرن الجوال ويرد، او مثلا يمسك مرات البيبرز او الريبورتس. فهذه يا جماعه الخير مشكله، لازم موضوع اللي هو changing gloves، لازم موضوع اللي هو الهاند واشنج والهاند رابس يعني امانه ناخذها بشكل سيريس، لانه كل الدراسات تقول اكثر مسبب للاوت بريكس ونوزكوم انفكشنز هو الهاندز اوف هيلث كير وركرز، يعني بامكانكم تتاكدوا حتى من هذه المعلومه. طيب، فزي ما انتم شايفين هنا ممكن البيشنت ياخذ العدوى من يد اللي هو الهيلث كير بروفايدر. تمام. ممكن كمان اذا كان نفس الهيلث كير بروفايدر مثلا مصاب بالكانديدا، طبعا الكانديدا ممكن شيدز ثرو سكين، يعني ممكن تطلع مع بقايا الجلد مثلا السكين الميت وزي كذا، برضو تنتشر على اللينينز على الـ على الـ الالحف والمفارش اسره المرضى وزي كذا، وبرضو عن طريق الكونتاكت برضو ممكن تكون موجوده اذا كان تم لمس أطراف الأسرة اللي هو مسكات الأبواب وغيرهم. طيب، الحالات المحتملة، تمام، اللي هي الشخص اللي يكون عمل تحليل في المختبر، تمام، ولكن في يعني مثلا في دليل إنه مثلا كان كنت في كونتاكت بين وبين يعني نون كيس، مثلا قريب له في العائله او مثلا زميل له في المستشفى، هذا يعتبر بروبابل كيس. تمام. الكونفيرمد كيس خلاص، هذا الشخص اللي شخص عن طريق مثلا الاعراض او انه كان مخالط لاشخاص مصابين وتم ارسال عينه المختبر وتم تاكيده بنسبه 100%. طبعا عشان بس اديكم فكره بسيطه بالنسبه للكانديدا اوريس، لما نشخصها في المختبر طبعا ككانديدا هي نوع من انواع الفنجاي، فاحنا نشخصها ماكروسكوبيكلي عن طريق اللي هو المورفولوجي على البليت، هذا من نوع اللي هو الماكروسكوبيك اللي هو ال دايجنوستس. تمام. فبنشوف شكلها، شكل الكانديدا او عفوا شكل اليست بشكل عام يختلف عن شكل البكتيريا لما تنمو على البليت. فالنكست ستيب نعمل اللي هو الويت ماونت، تمام، نشوف اللي هي فعلا هي سيلز وبكتيريال سيلز، وممكن كمان نعمل لها ميثيلين بلو عشان تبان الفيتشرز حق السيلز، او ممكن حتى بالجرام السام بالكريستال فايولت، نعمل بس اللي هو الكريستال فايولت الون ويصبغ السيلز وحتبان معانا. طبعا في هذه الحاله حتبان انها يست، ما هي واضحه هي طبعا كانديدا، هي مثلا كانديدا اوريس، كانديدا البيكانز، كانديدا بارابسيلوسيس او اذر تايبس اوف يست، ما حتكون طبعا واضحة. فبعد كده نعمل لها فايتك، في طبعا كروت مخصصة في الفايتك، هذا الجهاز يعمل ديتكشن للكانديدا اوريس. طيب، المود اوف ترانسميشن يعني التيبكال واي، زي ما قلت تنتقل في المستشفيات وبنفس الطريقة اللي انا قلتها من قبل، برضو كمان ممكن انتقالها من شخص لشخص. People with candida may shed the fungus through their skin and cells. زي ما قلت لكم ممكن تنتقل من شخص لشخص، كمان عن طريق إنه مثلاً بقايا اللي هو الجلد الميت. يعني باختصار اللي هو الكونتاكت، يا دار الكونتاكت أو
كونتاكت مع اللي هو الكونتامينيتد اوبجكتس، زي ما قلنا مثلا مفارش، مسكات الابواب، وبعض الاوبجكتس اذر اوبجكتس. انكيوبيشن بيريود سو فار يعني غير معلومه. البيريود اوف انفكتيفيتي طبعا يكون البيشنتس او الاشخاص اللي كولونايزد بالكانديدا اوريس حتكون طبعا موجوده فيهم لين ما يتلقوا العلاج. طيب screening can be done for exposed healthcare workers and roommates. يعني مثلا في حالات اذا شكينا مثلا في عدوى، او مثلا كان في isolated case في مثلا يونت معين، فلازم نعمل screening، لانه هذا من الشغلات اللي هي alarming ولازم يتم التبليغ عنها. طيب screen healthcare workers who had a direct and prolonged interaction beside care, medical examination, physiotherapy with the positive case before identification. يعني أي مثلا healthcare provider علم أنه اختلط من قبل مع patient non-case candida auris، فلازم يتعمل له اللي هو يرسل له عينات المختبر ويتأكد أنه سليم من الكانديدا auris. طيب طبعا بالنسبه للفحص اللي هو الروم ميتس او الاشخاص يعني اللي موجودين في نفس المكان، لازم يرجعوا اللي هو لمده 4 اسابيع، تمام، سبقت اللي هو الديت اوف بوزيتيف. يعني مثلا البيشنت الان عرف انه بوزيتيف اليوم، لازم لمده 4 اسابيع باكوردز نشوف الناس اللي اختلطوا فيه وناخذ منهم عينات، وباقي الكلام ذكرناه طبعا من اول بالنسبه للمخالطين. طيب prevention and control screening patients to identify risk and colonization. زي ما قلنا دائما عشان موضوع prevention and control نحرص على موضوع الهاند هيجين، وطبعا يعني نقلل قدر المستطاع الاكسس مثلا اللي هي patients units اللي تكون infected with candida auris، ودائما نحرص على contact precautions. طبعا اهم شيء كمان اللي هو نكون حريصين على موضوع البي بي اي، وبرضه كان موضوع اللي هو الكليننج والديسانفكشن. طيب برضه كمان لازم يكون في يعني كوميونيكيشن مع اذر فاسيلتيز، يعني مثلا بالنسبه لتبليغ الحالات، او مثلا لو كان في بيشنت نقل مثلا من مستشفى لمستشفى ومركز لمركز، لازم نبلغ مثلا المستشفى اللي نقل منه عشان كمان يحتاطوا وياخذوا عينات. طيب بالنسبه للديكولونايزيشن، كيف احنا مثلا شخص كولونايزد واكتشفنا وتأكدت الحاله لكن ما عليه ساينز وسيمتومز، فاحنا لازم نعمل ديكولونايزيشن بروتوكول، وحيكون مده 5 ايام، يوزنج 2% كلورهيكسيدين جلوكونيت وايبس اور باث يوزنج 4% chlorhexidine gluconate soap twice a day to reduce or inhibit skin colonization. طبعا هذه الطريقة أو هذا البروتوكول يستخدم في حالة اللي هو non cases، وزي ما قلنا يعني أغلب المشكلة إنه يصير لها shedding عن طريق السكن، عشان كده لازم يكون هذا الإجراء. برضو يتم اللي هو استخدام 1-2% chlorhexidine mouthwash for patients on ventilator، يعني patients اللي هم على الventilators يستخدم اللي هو نفس كلورهيكسيدين بنسبة 0.2%، ويتعمل له decontamination. يستخدم لنفس البيشنس كماوث بوش. Repeat screening within 1 week after decolonization is completed. لازم بعد عملية اللي هو decolonization، تمام، لازم أتأكد إنه كانت decolonization process effective or not. لازم بعد 1 week أخذ كمان عينات مرة ثانية وأتأكد. في حالات مثلا إذا كان في يعني إذا كنا صدق شخص إنه يكون في إنفكشن في الماوث، فممكن نعطي اللي هو الأورال نايستاتين، هذا نوع برضه من أنواع الأنتي فانجل، عشان يعمل اللي هو الديكولونايزيشن. طيب بالنسبة للإجراء اللي هو ديسكونتينيو
contact isolation after obtaining two negative cultures. يعني متى أنا يعني أوقف الإجراء والاحترازات؟ إذا تأكدت بعد أخذ عينتين وطلعت نيجاتيف، تمام، يصير خلاص بهذه الحالة أوقف موضوع اللي هو العزل contact precautions. طيب في حالة مثلا كان البيشنت يعني تم إرسال عينة له وطلع بوزيتيف، لازم يتم إعادة العينة على الأقل بعد والمدة هنا مين واضحة. طيب if patient swab is positive there is no need to repeat sampling for at least another month. عفوا إذا كان البيشنت بوزيتيف فما في داعي إن كل شوية أكرر وأعيد، خلاص هذه مثلا true case لمدة شهر على الأقل، ما أحتاج إن أعيد عشان أتأكد إن مصاب أو غير مصاب أو مثلا colonized بالcandida or not. فخلاص أبدأ مثلا بالإجراءات، إجراءات أخذ contact precautions وباقي اللي هو decolonization protocol. طيب برضو كمان موضوع clinical environment جدا مهم. Candida auris can persist on surfaces in healthcare environments. نفس الكلام اللي قلناه. Quaternary ammonia products that are routinely used for disinfection are not effective against Candida auris. هذا الشيء لازم ناخذ بالاعتبار، يعني مو زي باقي مثلا البكتيريا وباقي other pathogens. الكواترنري أمونيا برودكتس للأسف غير إفكتيف في الديكولونيزيشن أو الديكونتامينيشن في حالات الكانديدا أوريس. والمعلومة هذه جدا مهمة، تمام، الكواترنري أمونيا برودكتس not effective with candida auris. Educate environmental cleaning staff and implement supervised cleaning. طبعا زي ما قلنا لازم موضوع الإدوكيشن سواء للستاف وكمان برضو كمان للهاوس كيبرز عشان زيهم ترى يعني زينا عرضة للتعامل مع المرضى، وبالعكس هم في بعض الحالات مساكين يعني يكونوا عرضة أكبر عشان يعني بيكمل موضوع اللي هو الكلينينج والأشياء هذه فيكون عرضة بشكل أكبر. طيب if to use hand free disinfection methods like UV light it would require longer cycle times when used for candida auris. ممكن برضو نستخدم اللي هو UV light كطريقة للتعقيم. لازم نستخدم طبعا اللي هي disinfectant تكون يعني effective وتكون قوية زي ما قلنا other than quaternary ammonia products. If not available a solution of إذا ما كانت يعني others اللي هي باقي أنواع ال decontaminant موجودة، ممكن نستخدم التركيز 1-50 house bleach or daily general cleaning and a solution of 1-10 or terminal cleaning can be used. يعني اللي هو الهاوس بليك اللي هو الكلوركس العادي اللي هو الكلوركسيدين. طيب use the 1-5 and 1-50 household bleach chlorine disinfectant solutions for cleaning and disinfection of areas outside of their rooms where they receive care. لازم اي مناطق يعني في احتمالين المريض يكون راح لها، قسم مثلا اللي هو الاشعه، قسم العلاج الطبيعي، برضو كمان لازم يمشوا بنفس الاجراءات وموضوع decontamination. Follow recommendations for contact time of 10 minutes. طبعا موضوع decontamination دائما disinfection لازم يا جماعة الخير كمعلومة يعني مفيدة أو لازم نأكد عليها بلا صح، لازم في موضوع التعقيم in general لازم موضوع contact time، تمام. يعني مثلا أنا مو شرط أجي أخذ مثلا كلوراين وأحطه على منطقة مثلا spillage of sample، مثلا منطقة انكبت فيها عينة أو blood أو whatever وخلاص أحط الكلوراين أو أي مادة ثانية من المعقمات وأقول خلاص 100% الباثوجين راح أو الانفكشوز ايجنت انتهى. لا، لازم يكون في كونتاكت تايم. طبعا كونتاكت تايم يختلف من باثوجين لباثوجين، ما بندخل في ذا الموضوع، بس هنا على الأقل يكون كونتاكت تايم for 10 minutes. Housekeepers performing environmental cleaning should wear the recommended PPEs. طبعا ضروري للhousekeepers يستخدموا PPEs نفسها زي اللي يستخدموها اللي هو الهيلث كير وركرز.
use the designated cleaning equipments, mop buckets, and other devices, disposable cleaning materials in the isolation room. يعني يفضل مثلا تستخدم أدوات تنظيف مثلا مساحات أو غيرها تكون disposable أو تكون مثلا مفصولة الحالة، ما مثلا ما نستخدمها في اليونت اللي فيها البيشنتس كانديدا أورس، ونستخدمها مثلا في يونت ثاني، كذا يكون في احتمال انتقال العدوى. طيب بالنسبة للفاكسينز، غير موجود أي فاكسين للكانديدا أورس لحد الآن. طيب هنا تكمن خطورة الكانديدا أورس زي ما ذكرنا من قبل، يسبب اللي هو الكانديدا اللي هو السيريس انفكشنز زي البكتيريميا، ممكن وود انفكشنز وذا بروبلمز، وزي ما قلنا من خطورتها كمان انها يعني للاسف انها ريزيستنت الماجوريتي اوف انتي فانجاي في فانجل تريتمنتس، وصارت للاسف يعني اكثر شيوعا من قبل، وبرضو كمان صعوبه انك يعني مثلا انك تتعرف عليها تعمل لها اللي هو ديتكشن، لانه في الاغلب زي ما قلنا يعني البيشنت او مثلا اي شخص يكون كولونايز بالكانديدا اورس وما يكون مثلا showing signs و symptoms، ففي هذه المرحله يكون ينقل العدوى بدون ما يدري. طيب نيجي لاخر موضوع في موضوع الفنجل انفكشنز، الاسباجيلوسيس، او عفوا هي الاسباجيلوسيس بشكل عام، بس هي الاسباجيلوسيس اللي هو kind of infection. طيب pathogen Aspergillus species، طبعا في مجموعة أنواع كثيرة لكن الموست كومن منها Aspergillus fumigatus، Aspergillus flavus، and Aspergillus niger. بالنسبة للأسبرجيلس في الأغلب تكون موجودة في الانفايرمنت، تمام، وهي طبعا تكون سبورز عشان كده انتقالها سهل في الهواء، ودائما يعني سهل صراحة انتقالها مثلا في المستشفيات. ليش؟ مثلا انتم عارفين يعني المستشفيات زي باقي المباني الا ما يصير لها مثلا اعمال اللي هو المينتيننس او رينوفيشنز او موضوع نيو بيلدينجز، يعني يصير فيه تكسير او هدم او تنظيف وزي كذا، فمعمال كونستراكشنز للاسف هي موجوده في الدست فتنتشر في المستشفيات، ومرات زي كذا كمان تنتشر اللي هي مثلا تكون السبورز حقتها تنتشر في الاير كونديشنينج داكتس، عشان كده لازم يصير صيانة باستمرار لموضوع الاير كونديشنين داكس عشان يتأكد انه ما يصير عدوى للبيشنز. طيب ابيديميولوجي، نذكر من الاسبرجيلوسيس ريبريزنتس ا سيريس ثريت فور سيفيلي من كورمايز بيشنز، خطورتها صراحة تكمن يعني للأسف برضو نفس الشيء لما يكون كورمايز بيشنز. احنا الآن اغلبنا تقريبا اذا ما كان يعني كلنا في الأغلب نكون مثلاً يعني colonized with aspergillus، لكن خطورة لا قدر الله تكمن فين؟ إذا لا قدر الله الشخص اتعرض لمشكلة صحية مثلاً severe زي البيشنس اللي يكونوا immunocompromised، ديك الساعة تصير يعني الاسبرجيلس opportunistic فتقوم يعني تسبب الانفكشن وتعمل invading. high-risk groups include individuals undergoing hematobiotic stem cell transplantation, solid organ transplantation, major surgery or severe burns, those with neutropenia, AIDS, neoplastic disease. يعني overall يعني البيشنتس immunocompromised والبيشنتس اللي تعرضوا للتدخل الجراحي زي ما انتم عارفين دائما اللي هي الوونز تكون يعني كأنها entry port لأي نوع من الباثوجنز، يصير البيشنت عرضة لاكتساب العدوى. طيب hospital outbreak, multiple hospital outbreaks have been reported in admitted immunocompromised patients in different units such as oncology, hematobiotic, neonatal ICU. يعني different units حول العالم سجل انه تم عزل حالات outbreak منها. طيب sources of Aspergilla species is in hospital are construction work, renovation. يعني نفس المعلومات ذكرناها من قبل. signs and symptoms طبعا في مجموعه سان سيمتومز بالنسبه لل اللي هو الاسبرجيلوسيس، بعضها يكون مثلا بالمونري، بعضها يسبب الرجي، بعضها يعني يسبب مشاكل اخرى مثلا جلديه. طيب بالنسبه للالرجيك برونكو بالمونري اسبرجيلوسيس
in people who have cystic fibrosis or asthma, coughing, shortness of breath, and wheezing. يعني يكون صراحة يسبب لهم bronchopulmonary أكثر من غيرهم. Allergic aspergillosis تسبب sinusitis, stuffiness, runny nose, headache, and reduced ability to smell. يعني أعراض تكون قريبة من أعراض common cold. A chronic pulmonary aspergillosis in patients with other chronic lung disease, weight loss, coughing of blood, fatigue, and shortness of breath. Invasive aspergillosis, وهذا للأسف أخطر شيء لما يصير invasion للأسبرجيلوس تنتشر تسبب يعني فانجيميا طبعا البكتيريميا بحالة انتشار البكتيريا في البلد لكن عشان الأسبرجيلوس فانجي فنسميها فانجيميا فانجيميا يصير توصل من المين سورس مثلا لو سببت انفكشن في اللنجز لا قدر الله إذا كان سيريس انفكشن ممكن تنتقل عن طريق البلد من الرئة إلى باقي أعضاء الجسم وهنا تكون خطورة. Invasive aspergillosis is immunocompromised patients, most commonly affects the lungs, but it can also spread to other parts of the body, fever, chest pain, cough, hemotypsis, and shortness of breath. زي ما قلنا النوع الأخير من نوع الانفكشن اللي تسبب الاسبرجيلوس, cutaneous aspergillosis, تسبب مشاكل وبعض الأمراض الجلدية. طيب بالنسبة للدياغنوسيس نفس الشيء ترسل عينات للمختبر كما ممكن يرسل سبيوتم ممكن يرسل طبعا ووند سواب ممكن اي سواب اير سواب واتيفر اول خطوة نعمل لها طبعا انكوبيشن بعد ما نعمل لها السيريكينج على البليتات طبعا بالنسبة لليف تختلف يعني يختلف نوع البليتات او الميديا عن الانواع اللي نستخدمها في عزل البكتيريا فنستخدم ممكن سبارود اغار او في انواع ثانيه مثلا زي البوتيتو اغار وديفرنت في كمان كورن ميل اغار بس احنا طالع صراحه يعني الاغلب المتوفر هو السبرود اغار وتطلع عليها ونسوي لها طبعا انكوبيشن في الاغلب في الروم تمبريتشر يعني من 22 الى 28 في هذه الحدود يعني ونفس الشيء برضو كمان يعني نموها نوعا ما ياخذ وقت فاحنا لازم نصبر عليها برضو كمان من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع مرات تطلع بوقت أكثر ومرات يعني تطول. طيب المود أوف ترانزميشن عن طريق الانهيليشن وفي أسبرجيلا سبورز نفس الكلام اللي قلته تكون هي موجودة في الدست يكون في أعمال مثلا كونستراكشنز يعني هذا هو المسبب والحلو في موضوع إنه ما تنتقل من بيشنت لبيشنت يعني مثلا في انفكتين بيشنت فبإذن الله إنه ما يقدر ينقل العدوى لبيشنت ثانية تنتقل عن طريق الانهيليشن وفي سبورز زي ما قلنا ممكن من الاير كونديشنرز ممكن من الدست زي كذا من هذه السورسز نفس الشيء الانكيبيشن بيريود انكلير والبيريود اوف انفكتيفيتي طالما انه السبورز موجوده في اي سورس فيعتبر يعني مصدر خطوره بريفيشن اند كنترول اكيد نفس يعني نفس النقاط تتكرر نفس ما يعني النقاط اللي دائما نتكلم عنها patient protect patients especially high risk ones from the sources of aspergillus spores نحاول نحميهم من مصادر التوفر او تواجد السبورز حق الاسبرجيلوس زي ما قلنا نأكد دائما على اقسام الصيانه انه نتابع موضوع اللي هو decontamination وموضوع maintenance بحيث انه ما يكون في اي دست او مثلا particles موجوده في طيب seal of patients care areas with adequate and impermeable barriers طيب في الحالات اللي تكون 9 cases حالات تم عزلها والتعرف عليها لازم تكون نوعا ما معزولة تمام يعني هم يقول لك sealed يعني لازم حتى تكون يعني معزولة ممكن ب بأدوات أو شغلات بسيطة بحيث إنه ما تنتقل يعني العدوى زي ما أنتوا عارفين السبورز يعني تعتبر كأنها إيربون تنتقل في الجو عن طريق الغبار والأشياء هذه
طيب avoid non-emergent admission during heavy construction، يعني مثلا في حالات إذا كان عندنا صيانة في قسم معين أو أعمال construction يفضل تجنب يعني الحالات الأقل خطورة أو اللي ما يكون مثلا في ضرورة ملحة إنها مثلا يعمل لها admission أو تتنوم، عشان نقلل احتمالية تعرضها للعدوى. طيب نتأكد وجود اللي هو الهيبة فلتر، تمام، ونتأكد مثلا موجود كمان موضوع اللي هو تغيير الجو وزي كذا، انه يكون اللي هو الـ air exchange. Provide treatment in the patient's room if possible. Transport patients via an alternate route to avoid dust. Schedule transportation during periods with minimum construction activity. نحاول قدر المستطاع المرضى يعني في فترة عمل constructions أو الصيانة، نحاول مثلا لو اضطرينا نقول لهم لـ other wards أو other مثلا medical units، مثلا أشعة، physiotherapy, whatever، نحاول مثلا نسوي لهم alternative مثلا ways تكون بعيدة عن موضوع construction عشان نقلل تعرضهم اللي هو للأسبرجيلاس سبورز. طيب بالنسبة للفاكسينز كمان للأسبرجيلاس، فاكسينز غير متوفرة. طيب كده انتهت محاضرة اللي هو الفانجل باثوجينز، تمام. الآن يا أخوان ناخذ بريك، والمفترض كان ننتهي 10:30 ونبدأ تقريبا يعني 10:50 إلى 11، فما في مشكلة ناخذ البريك الآن زي ما تحب، ممكن ناخذ 20 دقيقة أو نص ساعة إن شاء الله، ونكمل بعد المحاضرة اللي هو اللاست سيشن، وصراحة فيري لونج حيكون عن الفيرال باثوجينز. يعطيكم العافية. السلام عليكم دكتور أسامة. دكتور أسامة هلا، تفضل استاذ عمر. اهلا دكتور. تبغى تبدا كمان في الفايرل ولا الفانجل بعدين نعطيهم بريك عشان يبقى يعني والله يعني انا افضل الان استاذ ناخذ بريك، لان شويه انا وجهت تمام بس باخذ بريك، حتى ممكن لو اخذه كويك بريك ما في مشكله لو حابين. طيب عفوا، انت ايش فكرتك كانت انه الان مثلا ما يكون في بريك وبعدين؟ لا عادي، انا في دوسي انك مثلا تاخذ الفانجل بعدين يكون بريك وبعدين الفيروس، لان شفت الفيروس طويل صح؟ ايوه، احنا الان انتهينا من البكتيريا والفانجل، يعني نفس الخطه. خلاص اوكي، اذا خلاص بريك احنا الان بس كذا استغفر، احنا ايوه احنا انتهينا بس قبل، انتهيت قبل موعدي تقريبا ب 10 او 13 دقيقه، تمام. عادي مشكله. اي فانا ايش ممكن اسوي؟ ممكن ناخذ الان يعني لين 10:40 دقيقه ونرجع بعد 10:40 دقيقه. ممتاز ممتاز، ونكمل عشان ناخذ راحتنا في الفايرل لانه طويل جدا طويل. ايوه تمام، الله يعطيك العافيه، شكرا لك. يلا سلام. بريك لين 10:40 دقيقه، اتمنى ان الجميع قبل 10:40 دقيقه يكون موجود بالقاعات. شكرا لك. من قبل حنكمل ان شاء الله دحين باللي هو الفيرال باثوجينز، وهو لاست سيشن فور توداي ان شاء الله. طيب
إن شاء الله خلال السيشن هذا راح نغطي مجموعة الفيروسز، تمام؟ حنغطي overall اللي هو السارس، الكوف، الميرس، انفلونزا A و B، بارسيلا زوستر، ميسلز، RSV، والبي والسي إن شاء الله. بالإضافة كمان للGIT viruses اللي هو روتا فيروس والهيباتيتس A فيروس. طيب نبدأ بالسارس. السارس هو اختصار للسيفير أكيوت ريسبيراتوري سيندروم، طبعا هو من تقريبا من أوائل الانفكشنز اللي هو من عائلة الكورونا فيروس emerged 2003. برضو نفس الشيء بدأ في الصين. لو تلاحظوا في هذه الصورة توضح تقريبا المقارنات بين أغلب أنواع اللي هو الكورونا فيروس. أغلبهم يكون المين هوست حقهم اللي هو الباتس، بعدين في يكون انترميديت هوست، يختلف حسب اختلاف أنواع الكورونا فيروس. زي ما قلنا في اختلافات بين السارس وبين الميرس وبين الكوفيد 19. نفس الشيء كمان بالنسبة للسانز والسيمتومز، تقريبا يعني بنسبة كبيرة يتشابهوا فيما بينهم. في طبعا تصنف نوعين، في مالد سيمتومز وفي اللي هي سيفير سيمتومز. المالد سيمتومز حتكون مثلا اللي هي اللي اكسبتبل فيفر، الفيفر يعني المعقول المعتاد لاغلب الانفكشنز، الهيديك، راني نوز، كف، سور ثروت، سبيوتم، بريثينج ديفيكولتيز وغاسترونتستينال سيمتومز. طبعا هذه تكون لبعض البيشنت مو عند كل البيشنت، ومليجا عند فاتيك. بالنسبه طبعا للسيفير انفكشنز يكون طبعا ارتفاع الحراره بدرجه يعني جدا كبيره مقارنه بالنورمال سيمتومز. يكون كمان في مشاكل في بريذنج، يكون نيومونيا، اكيوت كاردياك انجري، مرات يسبب اذر اورجانز فيليرز زي الكيدني فيليرز، ويسبب بعض الحالات كمان سيبسيس. عفوا معلش نفس المشكله دقيقه لو سمحتوا. طيب الصوره هذه توضح البريفالنس اوف epidemic cases of SARS. زي ما قلنا هو emerged almost 2003. تلاحظوا من الصورة هذه تقريبا أغلب الحالات. لو سمحت دكتور. عفوا الصورة مو واضحة. تقدر تسوي تكبير للشاشة أولا بعدين يعني تحدد السلايد حقك. طيب استاذ هيك بس دقيقة. دكتور ارجع سو شير مرة ثانية. سو شير من جديد. ايوه سوي ستوب للشير وارجع سو. طيب يعني اقفل البرزنتيشن وارجع شيره من جديد. ايوه افضل. طيب معلش انا كمان ترى ماني فاميليار مع الويبكس، اول مرة استخدمه اليوم، فشوية فروقات بينه وبين الزوم ولا. طيب قفلته الان. طيب أخوان واضح الآن الصورة اللي عارضها أنا الآن؟ أي تمام دكتور كذا واضحة. بس دكتور في أيقونة عندك على يدك اليسار، تقدر تشيلها أيوة. من هذا المكان أو تصغرها؟ هذه أيوة في تجي لها تصغير. هاي ويندو إذا اختفت؟ أيوة اختفت كذا تمام. طيب تمام خلاص نكمل. أي تفضل دكتور. طيب زي ما قلنا ببساطة يعني هذا الديموغرافيك ديستريبيوشن
واضح لنا طبعا المناطق اللي صار فيها يعني مثلا انفكشن وتقريبا عفوا اوت بريك، وتقريبا اكثر منطقه صار فيها اللي هو الاوت بريك الى تشاينا. طيب طيب السارس كباثوجين زي ما قلت اختصار هو للسيفير اكيوت ريسبيراتوري سيندروم، first reported 2003، then spread to more than two dozen countries in the North America, South America, Europe and Asia before the SARS global outbreak of 2003 was contained. يعني انتشر قبل موضوع احتوائه، انتشر المناطق اللي ذكرتها قبل شوية. طبعا according to the WHO a total of 8,098 people worldwide became sick with SARS during 2003 outbreak. Fortunately, unfortunately, 774 was passed away. Currently, there is no known SARS transmission anywhere in the world. إن حاليا والحمد لله رب العالمين إنه ما بنسمع عن أي حالات مثلا outbreak or new cases. طبعا إحنا عندنا في المختبر الإقليمي جدة في عندنا ما شاء الله تبارك الله قسم مولوكولار بي سي آر يعنى دائما بحالات اللي هو الفيرولوجي سامبلز. فحاليا الحمد لله رب العالمين ما قد سمعنا بأي مثلا ديسكفرد نيو كيس، وطبعا يكونوا حريصين دائما حالات الأوت بريك ويكونوا ريدي، لكن الحمد لله ما تم عزل أي حالة. طيب بالنسبة للهوسبيتال أوت بريك طبعا زي أذر اللي هو الباثوجينز تصير برضو حالات أوت بريك، وفي حالة طبعا ريبورتد واز ريبورتد ان تشاينا and other countries بين اللي هو الهيلث كير وركرز وعوائلهم وأصدقائهم طبعا عشان موضوع اللي هو الكونتاكت. طيب الساينز والسيمتومز أغلب الأعراض حتكون فيفر سوري ماليزيا ماليج and headache followed a few days to one week later by dry cough and dyspnea. يعني بعد هذا الأسبوع تقريبا يظهر عندهم الكحة الشديدة ويصير عندهم كمان الدسمينيا. About 10 to 20% of cases have diarrhea. زي ما قلنا أول يعني ذكرت لو تتذكر الدياجرام في البداية مو كل الكيسز يعني مثلا يسوي experiencing اللي هو الجي اي تي signs symptoms. بعض البيشنس ونفس الكلام اللي بينقال إنه من 10 إلى 20 تقريبا percent of cases يعني يبين اللي هو الـ GIT symptoms. Symptoms of upper respiratory tract infection are uncommon. يعني في الأغلب أعراض الـ upper respiratory tract infection uncommon، مثلا زي sore throat والrunny nose والشادي تكون موجودة زي ما ذكرنا سابقا لكنها not common، لأن أغلب المشاكل تكون في نفس اللنجز. حتى بعض الكيسز يسبب مثلا lung distress توقف كامل للرئة لا قدر الله. طيب about 10 to 20 of cases develop severe pulmonary disease that may lead to death from respiratory failure. نفس الكلام اللي قلت قبل شوية. Diagnosis كالمعتاد ونفس الكلام اللي بنقال لجميع الباثوجينز لازم وش يتم التشخيص المبني عن طريق الساينز والسيمتومز في الكلينيك عن طريق الفيزيشن أو النيرس. بعد كذا يتم إرسال طبعاً يعني عينات المختبر، بالإضافة بالذات في حالات السارس لازم يوصل البيشنت لجسم الأشعة عشان يأخذ اللي هو الشيست إكسري، لأن زي ما قلت لكم للأسف الرئة هي يعني العنصر الأساسي اللي تأثر في موضوع السارس ويكون يعني للأسف يعني مصيف لي يعني يكون دامجت إذا كانت عرض لسيفير إنفكشن. Laboratory confirmation requires at least one of the following. عشان احنا مثلا نأكد الكيس المرسل لنا من الكلينيك لازم نسوي احد ثلاث الاختبارات هذه. ممكن نعمل اللي هو الانتيباديز، وهذا صراحة يعني يعتبر جدا رير وما حد يسوي الان تمام. وممكن كمان ناخذ عينة طبعا من سبيوتم
ويتعمل لها طبعا، يعني هم يعني ممكن من عينة الاسبيوتم يتعمل مثلا سيل كلشر ويتعزل الفيروس، بس برضو هذه كمان نوت ريكومندد صراحة. افضل حل اللي هو موضوع البي سي ار اللي هو ديتكشن اوف نيوكليك اسيد، هي طبعا الاسرع والادق، ونفسها الان طبعا اللي نفس اللي هي التكنولوجي ونفس البروسيجر اللي بنستخدمها لموضوع الكوفيد 19. المود اوف ترانسميشن طبعا فروم بيرسون تو بيرسون باي دروبليت ترانسميشن، نوت باي ايربون، باي دروبليت direct contact with respiratory tract secretions and possibly vomits. يعني الأشخاص الآن معرضين للتعامل مع الـ infected patients للأسف إذا تعرضوا للـ secretions in a way or another اللي هو الـ infected patients فممكن يلقطوا العدوى. Airborne transmission of SARS can occur during aerosol generating procedures such as intubation or nebulization. طبعا زي ما اقول هو بطبيعه الحال ما ينتقل بال يعني عن طريق الايربورن، لكن في بعض الحالات بعض الاجهزه الطبيه اللي هي مثلا تثير اللي هو الايروزولز اذا كانت يعني مستخدمه البيشنتس انفكتد، طبعا يتم انتقالها في الهواء وهناك في احتماليه انها تصيب مرضى اخرين. طيب incubation period almost from 2 to 7 days وممكن يعني تطول لمدة كمان 10 أيام. مدة طبعا بقاء العدوى تقريبا لمدة 10 أيام بعد اللي هو يعني علاج المرض أو أخذ medications. Prevention control in hospital place cases under airborne and contact precautions through the period of communicability. لازم يأخذ بالاعتبار اللي هو موضوع اللي هو contact precautions بالإضافة ال PPE. Staff should also wear eye protection and footwear that can be decontaminated or disposed of and use disposable equipment for case wherever possible. يعني يفضل في هذه الحالات بالذات موضوع السارز انه نستخدم اشياء تكون ديسبوزبل، سواء اللي هو الاي بروتكشن جلاسز او مثلا اللي هي اللي تستخدم مثلا الكفر للشوز والاشياء هذه. Clean and disinfect surfaces and articles soiled with respiratory secretions or feces using a product with antiviral activity. طبعا لازم اي مثلا أشياء يستخدمها البيشنت أو استخدمناها في علاج البيشنت أو يعني أي شيء got in contact with the patient's secretions or anything لازم يتعرض أو يجرى على إجراء اللي هو decontamination. Prompt detection of cases through good surveillance and contact tracing. يعني طب التشخيص الصحيح يكون عن طريق عمل surveillance الصحيح وعمل هو باقي الانفستيجيشنز عشان نعرف مثلا فين السورس اوف انفكشن، لانه بس مجرد مثلا والله نعزل على حالات تمام، مجرد والله انا عندي كم نون كيس انا كذا ما حليت المشكله، اوكي زاد عندي عدد الحالات وفي نفس الوقت انا بعالج البيشنز، لكن انا لازم اعرف السورس جاء من فين عشان يعني اوقف المشكله من اساسها. طيب في معلومة كنت أنا بذكرها وقت البكتيريا الباثوجينز بس للأسف نسيت. طيب كيف أساساً بداية يعني مثلاً ما الهيلث كير وركرز يلاحظوا مثلاً في signs of outbreak، يعني مثلاً عندهم admitted patients في يعني any unit، أرسلوا عينات للمختبر تمام، يتفاجأوا إنه كل الريبورتس المرسلة مثلاً من قسم الميكروبيولوجي لكل البيشنتس او لبعض البيشنتس تقريبا نفس الاورجانيزم ايزوليتد، مثلا كانديدا اورس حلو، في هذه الحاله يكون في ذيرز ان الارم انه ممكن يكون في اوت بريك. مع كيف نتاكد؟ نرسل العينات من جديد للمختبر. طبعا الجود ساين يعني طبعا غير اللي هو اذر سيرفيلانس بروتوكولز اور بروسيجرز، احنا مثلا في المختبر مثلا اعرف
انه هذا الكيس فعليا cause of outbreak، انا اقارن عندي بين الايدنتيفيكيشن، مثلا نقول كانديدا اورس هذا الايدنتيفيكيشن حقها، اقارن كمان السسبتيبيليتي اللي هو اختبارات الحساسيه اللي هو الانتيبيوتيك سسبتيبيليتي almost تكون the same، مثلا سنسيتيف لبعض الانتيبيوتيكس وريزيستنس لنفس الانتيبيوتيكس، تكون في سيميلاريتي بين اللي هو الايدنتيفيكيشن ريبورت ولا سسبتيبيليتي ريبورت. فبهذه الطريقه انا اتاكد انه يعني مبدئيا في اللي هو الاوت بريك كيس. هذا بس كجنرال ايديا. طيب نرجع لموضوع السارس، زي ما قلنا البريفينشن اند كنترول ان هوسبيتال بليس كيسز اندر ايربورن اند كونتاكت بريكوشنز throughout the period of communicability. Staff should also wear eye protection. طبعا هذه كل ذكرناها. طبعا افضل خطوه في موضوع يعني الكونتين للانفكشن موضوع هو الكورنتين، موضوع العزل طبعا على الاقل لمده 10 ايام. وزي ما انتم عارفين نفس الشيء كان يطبق بالنسبه لموضوع الكورونا، كان العزل تقريبا مده في البدايه 14 يوم، بعدين بالتدريج يعني قللوه. طيب طبعا في الحالات اللي تكون مثلا خارج المستشفى طبعا يتم عزلها في المنزل او في بعض مثلا منشآت تكون يعني مناسبه للعزل. بالنسبه للفاكسينز للسارس ما في فاكسين، يعني ما هو مثلا زي الكوفيد الحمد لله توفرت مجموعه فاكسينز، للاسف غير متوفر اي فاكسين. طيب نتكلم الان عن سارس كوف 2 كوفيد 19. The virus is severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. طبعا هو نفس المسمى severe acute respiratory syndrome لانه يسبب يعني اغلب المشاكل تكون في الرئه، والكيسز اللي تكون dangerous تكون مشاكلهم يعني من يكون respiratory failure or اللي هو lung distress. لكن النوع طبعا هذا جديد new strain تلقب زي ما انتم عارفين بكوفيد two. The disease is called coronavirus disease of 2019 COVID-19 زي ما احنا عارفين اللي هي بدايات الانفكشن بدأ تقريبا في ديسمبر 2019 في ووهان بروفينس تشاينا، بعد كده صار له spreading all over the world. طيب epidemiology at the end of 2019 a novel coronavirus was identified as the cause of cluster of pneumonia. تمام طبعا كان الكومون سيمتوم كان النيومونيا، ولكن كان المسبب مجهول الان بعدين later on اكتشفوا انه موضوع الكورونا. It rapidly spread resulting in an epidemic throughout China followed by global pandemic. It caused the largest pandemic in human history. طبعا حادثة كورونا يعني الله لا يعيدها ويحفظنا جميعا تعتبر أسوأ pandemic يعني occasion in history. طبعا الpandemic يعني situations اللي صارت كان اللي قبل الكورونا في عام 1900 إذا ما خاب ظني 18 أو 20 كانت اللي هو الـ Spanish flu، كانت أخطر طبعا flu وحصدت عدد كبير من الأرواح، وللأسف الآن كورونا يعني تعدتها مراحل حتى من ناحية اللي هو الإبيديسمية اللي هو ناحية اللي هو الانتشار والعدوى. طيب hospital outbreak multiple hospital outbreaks across the globe have been reported among patients and healthcare workers، وهذا شيء طبيعي يعني مو شيء جديد، دائما تصير outbreaks في hospitals عشان موضوع اللي هو contact مع patient. Symptoms and clinical picture most common symptoms fever cough tiredness and loss of taste or smell. طبعا هذا اللي يميز الكوفيد 19. طبعا زي ما قلنا مو كل الحالات كمان يعني تبان عندهم الاعراض هذه، لكن الاعراض الجديده دي مثلا زي loss of taste and smell هذه تقريبا مالي في الاغلب related للكوفيد 19. Least common symptoms sore throat headache itches and pains diarrhea rash on skin discoloration of fingers or toes red or imitated eyes. طبعا هذه برضو اعراض يعني ثانويه برضو ما تكون عند كل البيشنز زي احمرار العين مثلا في وجود طفحه جلدي بعض اعراض الجي اي تي. كثير مننا انصاب بكورونا
ويعني لما تيجي مثلا تسأل أحد أنصاب قبلك تلقى الأعراض تختلف نوعا ما، بعضهم يجيهم جي آي تي مثلا سيمتومز وبعضهم ما يجيهم وهكذا. طيب serious symptoms difficulty breathing or shortness of breath, loss of speech or mobility, confusion, anxious pain. طبعا هذه أعراض خطيرة لكنها جدا يعني مو انه نادر لكن قليله مقارنه بالماجوريتي اوف كيسز. طيب دايجنوستس، طبعا كيف يصير الدايجنوستس للكوفيد 19؟ نفس الكلام، يبدا طبعا بالسانز سيمتومز في الكلينيك، بعد كذا يتم ارسال عينات للمختبر. تمام، يترسل مثلا سبيوتم، نيزوفارينجيال، وفي الاغلب صراحه نيزوفارينجيال، وممكن كمان ثروت، وممكن سبيوتم. بس عشان نوسع موضوع اللي هو السكرينينج والفحص، صاروا يكتفوا بموضوع اللي هو النيزوفارينجيال والثروت سواب. وقبل كده صراحه انا قرات دراسه انه ادق يعني سامبل لموضوع الكوفيد 19 هي النازوفارينكس، نت الثروت سواب، النازوفارينكس. طيب لما ترسل العينه، طبعا دائما ترسل العينه في VTM. VTM هذه عباره عن ماده حافظه لنفس الفيروس، ترسل للمختبر. طبعا عندنا في الاقليمي، في مختبر جده الاقليمي، ترسل لقسم البي سي ار، وهناك طبعا يعملوا له اللي هو الديتكشن وجينيتك ماتيريال، ويتم طبعا التاكد اذا كان فعلا الحاله يعني حاله اصابه او لا. طيب هنا طبعا الصوره هذه يعني توضح شيء جدا مهم، اللي هو في شيء يسموه الار نوت او الار زيرو، اللي هو نسبة أو معيار قدرة الانفكشن على الانتشار أو البث، اللي هو كيف نقدر نقول يعني قدرة الباثوجين على نشر العدوى، يعني تنقاس خطورته من كثرة انتشاره. مثلا زي الكوفيد 19 الأرنوت حقه 4 or 3 people، يعني شخص واحد ممكن يعدي up to 3 persons بالنسبة. طبعا هذه اللي هي الأوريجينال سترين الأولى اللي أول شيء يعني اكتشفت. طبعا زي ما أنتم عارفين بعد كده طلع مجموعة متحورات بالنسبة للدلتا سترين من الكوفيد 19 صار وضعها أخطر. ليش؟ عشان الانفكتيفيتي حقتها أعلى، الشخص الواحد ممكن يعدي up to 7 people. تمام، وممكن كمان تشوفوا باقي طبعا الفيروسز، كل فيروس وكيف الأرنوت حقه، حنجي له إن شاء الله ليترون نتكلم عنها. بس مثلا زي الشيكن بوكس أكثر طبعا من الكوفيد، الشخص الواحد ممكن يعدي up to 10. مثلا اللي هو الاسبانيش فلو والإيبولا، one person can infect two persons. ال HIV والسارز can infect up to 4 persons. المامز up to 12 and measles up to 18، يعني يعتبر أعلى R-Not Scale اللي هو الميسلز. طيب الـ Confirmed Cases متى نقدر متى نقدر مثلا يعني نصنف الكيس هذه إنها Confirmed، ونبدأ نأخذ مثلا الاحتياطات، ونبدأ موضوع العزل وباقي Precautions إذا تم طبعا تشخيصها تشخيص مبدئي بالـ Signs and Symptoms، وتم استلام النتيجة وتأكيد المختبر بوجود الـ COVID-19 زي ما قلت لكم عن طريق تقنية الـ PCR. فهذه الحالة خلاص هتكون confirmed case، وأبدأ في إجراءات العزل، أبدأ في إجراءات decontamination وباقي الإجراءات. Mode of transmission person to person by droplet transmission direct contact with the infected people through infected secretions such as saliva and respiratory secretions or their respiratory droplets. Airborne transmission of SARS-CoV can occur during aerosol generating procedures. يعني نفس الكلام في الأساس هو droplets يعني transmitted by droplets not by airborne، لكن ممكن يصير عن طريق airborne إذا كان تم استخدام اللي هي أجهزة تنشر اللي هو aerosols. Incubation period the average from 5 to 6 days، والrange طبعا الحقيقي والmajority of patients كان من يومين إلى 14 يوم. A period of infectivity up to 10 days after symptoms onset or 24 hours after resolution of fever
كمان يكون up to 10 days after the first positive test in asymptomatic patients. يعني مثلا في بعض البيشنتس يكون يفحص كذا وهو اساسا مو مصاب وasymptomatic، فهذا ممكن يبقى infectious لمدة 10 ايام بعد صدور نتيجته. يعني مدة 10 ايام حيكون infectious طبعا، لانه من يوم ما تنعرف الكاس يبدا ياخذ اللي هي التريتمنتس. كمان up to 20 days after symptoms onset in severely ill patients, those requiring hospitalization, intensive care, or ventilation support, or severely immunocompromised patients. كالمعتاد الـ immunocompromised patients يعني هم أكثر عرضة، الله يكون في عونهم إن شاء الله. Prevention and control. طبعاً أهم نقطة اللي هي early recognition and source control. نفس النقطة تكلمت عنها أول. الفكرة مو بس والله إني أنا مثلاً أعمل detection لنيو كيسز وأفرح والله إني شخص أكثر من حالة وعندي عدد الحالات وشخص في مختبر بدل عالج، لازم أعرف السورس من فين عشان أوقف موضوع الانتشار. طيب encourage healthcare workers to have a high level of clinical suspicion، يكون عندهم حس عالي طبعاً، ويكونوا وهذا معتاد يعني الأغلب يعني على healthcare workers ما شاء الله بطبيعة الحال educated aware إنه يعني يكونوا حريصين أي حالات يكونوا suspicious إنها تكون مثلاً COVID يبدأ يأخذوا الإجراءات مبدئياً قبل تأكيد النتائج. طبعاً activation of respiratory triage نفس الشيء، هو موضوع اللي هو الفرز، وطبعاً شفناها كثير في وضع أيام الكوفيد في المراكز الصحية، في بعض المراكز التجارية كانت موجودة، وكان صراحة إجراء يعني جداً قوي ومفيد. Both signage remaining reminding symptomatic patients to alert healthcare workers. لازم برضو يكون في الهوسبيتال في signs تعريفية وتثقيفية بالمناطق اللي يصير فيها مثلاً تجمع للبيشنتس أو زي كذا. Promotion of respiratory hygiene is an important preventive measures. برضو كمان لازم نثقف البيشنتس بالrespiratory hygiene. واحد مثلاً لما يفضل طبعاً يكون لابس ماسك داخل المستشفى، إذا ما في يفضل مثلاً يعني يغطي فمه بتيشيو whatever، أهم شيء أساس يعني نشر التقارير هذه. صح إنه شيء بسيط لكنه إجراء يعني very effective. Suspected COVID-19 patients should be placed in an area separate from other patients and additional infection prevention and control precautions promptly implemented. لازم أي patients في منطقة الفرز أو جو في الطوارئ أو في الكلينيك وكانوا suspected لازم مبدئيا نعزلهم في منطقة لحالهم ألين ما يجينا التأكيد confirmation أكيد من نتائج المختبر بالتحديد، عشان في حالة إنه كانوا فعليا اللي هي true cases infected cases أو confirmed cases ما ينشروا العدوى في هذا الأثناء. Application of standard precautions for all patients، لازم طبعا standard precautions to be applied for all patients اللي هي universal masking and correct and consistent use of available PPE. لازم استخدام الـ PPE طبعاً هذا شيء أساسي، وطبعاً الأهم موضوع اللي هو الماسك والهاند هيجين، هذول أهم يعني خطوتين. Perform hand hygiene after contact with respiratory secretions، طبعاً هذا شيء أساسي ويعني ما يمدينا يعني نتجاهله. Ensure that environmental cleaning and disinfection procedures are followed consistently and correctly، لازم طبعاً من الأشخاص المسؤولين عن متابعة موضوع decontamination والتعقيم إنه يتأكدوا عمليات التعقيم تسير بطريقة صحيحة وإفكتيف. يعني لازم يكون في متابعة مستمرة عشان منع موضوع انتشار العدوى. Contact and droplet precautions for suspected COVID-19. طبعاً أكيد طبعاً حسب الكيس يصير اللي هو البريكوشنز تختلف. زي موضوع الكوفيد-19 يأخذ طبعاً اللي هو الدروبلت بريكوشنز، ما تأخذ مثلاً airborne precautions ولا مثلاً يعني ممكن تأخذ droplet precautions والcontact كمان precautions مع بعض طبعاً حسب نوع البكتيريا. طبعاً حنشوف بكرة إن شاء الله مثلاً في موضوع MDR OS مثلاً ما حنحتاج نأخذ droplet precautions، حنكتفي مثلاً بس بالcontact precautions that's it. طيب airborne precautions for aerosol generating procedure for suspected COVID نفس الشيء زي ما قلنا،
حالات الاشتباه انه بعض الاجهزه اللي تستخدم مع المرضى انها تكون مثلا جنريتنج ايريسولز مانجمنت اوف اكسبوجر بيشنت شيرينج ذا سيم روم with confirmed case of COVID-19 for at least 15 minutes should be monitored and tested. لازم يعني قدر المستطاع ما نخلي مثلا patient suspected مع patient confirmed. Confirmed should be isolated alone in secluded area. إذا كان مثلا في new cases وما في مثلا غرف عزل كافية ما يمنع ما في مشكلة إذا كان كلهم confirmed cases نعمل لهم موضوع الكوهورتينج نجمعهم كلهم في one unit or one room. Precautions during transportation of patients طبعا لازم دحين عندنا احنا البيشنت نون كيس وانفكتد وطبعا بعض الاجراءات الطبيه يعني تضطر مثلا انه ننقل البيشنت مثلا زي ما قلنا اول الاكس راي او الفيزيوثيرابي او وات ايفر فلازم عشان ما يتم نقل العدوى لازم يكون في كونتاكت مسبق بيننا وبين اليونت ولازم مثلا كمان ناخذ ممر خاص ولازم البيشنت يكون لابس سيرجيكال ماسك طبعا الهيلث كير وركرز في الاذر ديبارتمنتس اللي هو ريسيبيان ديبارتمنتس لازم يكونوا اوير طبعا يكون في بروتوكولز ماشيين عليها لازم يلبسوا مثلا سبيسيفيك ماسك اكورد تو كيس سواء N95 اور سيرجيكال ماسك لازم التي بي يكون كامل عشان يمنع انتشار العدوى في ريسيبيان تاور طيب بالنسبه للادمنستريتيف كنترولز استابليشمنت اوف سوتابل اي بي سي انفراستراكشرز اند اكتيفيتيز لازم موضوع الادوكيشن لازم موضوع انه مثلا نخلي مثلا بعض الممرات المخصصه لنقل المرضى ان امكن adequate staff training and specifically appropriate human behavior and patients caregivers education برضو ناكد على موضوع الادوكيشن للpatients كمان وللcommon people policies on early recognition of acute respiratory infection potentially due to COVID-19 طبعا دائما البوليسز والprecautions زي ما انتم عارفين احنا دائما بنرجع لأكثر من مثلا من ايجنسي او من اكثر من جهه عندك ال WHO ال CDC واذر مثلا يعني اذر انستيتوتس ولو تلاحظوا كل فتره بيصير في ابديت دائما في الاجراءات الاحترازيه بشكل عام يصير في ابديت عشان كذا لازم نكون ابديتد access to prompt laboratory testing for identification of the etiological agent لازم طبعا بالنسبه لل يعني الزملاء اللي يشتغلوا في المختبرات لازم يكون في limited access يعني ما نسمح مثلا لأي شخص أن يدخل المختبر إلا اللي هو الأشخاص طبعا الزملاء الموظفين عشان نمنع موضوع اللي هو العدو طبعا حتى الأشخاص اللي يوصلوا العينات يعني لازم يكونوا أساسا educated بموضوع الـ PPE ويكونوا أخذين احتياطاتهم environmental and engineering controls, basic healthcare facilities infrastructure, ensuring adequate environmental ventilation. طبعا لازم موضوع اللي هو التهوية الكافية، موضوع اللي هو التصاميم اللي تكون موايبة مثلا لمنع العدوى، موضوع مثلا توفر الهيبا فلتر زي ما ذكرنا سابقا، موضوع اللي هو وجود النيجاتيف بريشر جدا ضروري. حالات طبعا الكوفيد والسارس. Terminal room cleaning at the time of discharge or transfer of patients لازم موضوع التعقيم أول بأول أول ما يخرج البيشنت مثلاً لأي يونت لازم يتم التعقيم يعني أول بأول طيب برضو كمان لازم موضوع اللي هو الdistance keeping distance between patients from 1.5 meter to up to 2 meters هذه طبعاً من الdroplet precautions لازم يكون في مسافة بين البيشنز. Precautions during collection and handling of laboratory specimen. All samples collected for laboratory investigations should be regarded as potentially infectious. Healthcare workers who collect or transport clinical specimens should adhere rigorously to standard precautions to minimize the possibility of exposure to pathogens. زي ما قلنا في المختبر احنا عندنا طبعا اي عينة بنستقبلها بيعني نعتبرها هاي الكونتاجس مثلا مو اي عينه جيني والله ممكن يكون فيها مثلا كوفيد ممكن لا بعتبر اي عينه جيني انها نون كيس اوف كوفيد يعني بناخذ اللي هو البي بي اي اجراءات الاحتياطيه طبعا الزملاء في قسم البي سي ار بيلبسوا طبعا
الـ respiratory ventilator يلبس اللي هو الـ N95 أو other types of اللي هو الـ face respirator masks. طيب الـ respiratory specimen should be collected under aerosol generating procedure. Personnel should wear particulate certified N95. طيب هذه نقطة جدا مهمة. أثناء دحين جمع العينة للـ patient اللي هو suspected patient لازم تأخذ في الاعتبار إنه هذه برضو كمان confirmed case ولازم نلبس الـ N95 عشان يعني من باب الاحتياط في حالة إنه مثلا كان مصاب بالكوفيد. Ensure that all personnel who transport specimens are trained in safe handling. ذكرناها سابقا. Place specimens for transport in leak proof. طبعا هذه أهم نقطة يا جماعة الخير، إنه لما نرسل العينات للمختبر، وهذه نقطة دائما يعني ممكن يصير فيها سوء فهم بين الزملاء في الـ units، سواء nurses or physicians or infection control practitioners، وبين اللاب موضوع الريجكشن. لازم ما يكون في ليك، لازم ما يكون في ليكج، ما يكون في انسكاب للعينه، تمام؟ لا اعتبارات كثير يعني مو محل دحين نذكرها، بس ناكد انه لازم العينات تجمع في شيء ليك بروف، يعني في كونتينرز تكون ليك بروف. بليس سبيسيمنز فور ترانسبورت ان ليك بروف سبيسيمن باجز، برضو نفس الشيء، الباجز اللي نحط فيها الكونتينرز لازم كمان تكون ليك بروف، وما عشان ما يصير اي سبليج اور يعني تسرب العينة. طبعا نتأكد إنه كل الهيلث هيلث كير فاسيليتيز تكون ستيك تو نيو جايدلاينز اند بريكوشنز ريجاردينج تو ذا كوفيد اور اني انفكشوس ايجنتس عشان نمنع موضوع العدوى. ديليفر اول سبيسيمنز باي هاند whenever possible، يعني يفضل إنه تسلم العينة في أقرب وقت ممكن. Do not use pneumatic tube system to transport specimens. طبعا pneumatic tube ما أعرف إذا كان يعني ما أتوقع موجود في كل المستشفيات. طبعا ورقي ده صنع الدارية، بس سمعت عنه بعض المستشفيات عبارة عن tubing system، يعني عبارة عن ممرات يتم فيها وخلالها إرسال العينات، ما يحتاج مثلا إنه يتم إيصال العينة by hand لللاب عن طريق النيرس أو الفيزيشن. يتم جمع العينة وبس وضعها في هذا اللي هو التيوب وتوصل مباشرة لللاب. عشان كذا يقولوا في حالة اللي هو الكوفيد يفضل تسليم العينات باي هاند عشان موضوع اللي هو الانفكشن. Environmental cleaning and disinfection after COVID-19. طبعا لازم بعد موضوع اللي هو الـ detection of patients أو confirmed cases لازم يكون في موضوع disinfection cleaning. In patient rooms should be cleaned and disinfected at least daily and at the time of patient transfer or discharge. لازم على كل مرة في اليوم زي ما قلنا أثناء انتقال المريض من مكان لمكان. More frequent cleaning and disinfection may be indicated for high touch surfaces and following aerosols. يعني الأماكن اللي لازم يكون عليها مثلا تركيز اكثر وتنظيف اعمق اللي هي الاماكن مثلا زي التيبلز الهاد باك تشيرز اند دور نوبس اللي هي مسكات الابواب. كليننج ستاف شود وير ديسبوزبل جلوفز سيرجيكال ماسكس اند ايزوليشن جاونز. زي ما قلنا الكليننج ستاف او الهاوس كيبرز لازم يستخدم بي بي اي زي ما احنا نستخدمه بالضبط، لازم يتعمل لهم سيشنز ليكتشرز، لازم education every time، لأن يعني هم ساكنين عرضة بشكل كبير جدا وما عندهم medical background، فهذه مسؤولية وأمان علينا إحنا، لازم نثقفهم أول بأول عشان نضمن إنه ما يتعرضوا للخطأ زين. Cleaning and disinfection of the environmental surfaces should be with approved MOH disinfectant. نفس الكلام، لازم ال disinfectant نستخدمها تكون معتمدة من حسب regulations حق وزارة الصحة وتثبت فعاليتها. زي الهيدروجين بيروكسيد، كواترنري أمونيوم كلورايد فور جينيريشن، فريشلي بريبيرد صوديوم هايبوكلورايد. وتتذكروا زي ما قلنا الكواترنري أمونيوم برودكتس للأسف not effective with candidores. Contact time
in accordance with manufacturer's instructions for environmental surface. برضو كمان نرجع نأكد على موضوع أهمية الكونتاكت تايم، مو بس مجرد نحط الديسنفكتنت ونضمن نعمل الريزنج للباثوجين أو كيلينج للباثوجين، لازم يكون في اللي هو كونتاكت تايم، وقت التعرض، يعني ما يقل عن 10 دقائق. وزي ما قلت لكم حسب الكيسز وحسب البروتوكولز يختلف من كيس لكيس. Discontinuum isolation، متى أنا أوقف العزل وخلاص أقول بيشن ده ممكن يعني نوقف العزل عنه. According to the last update, Public Health Authority Management of Healthcare Workers Exposed to COVID-19 Guide. لازم أنا أراجع الـ guidelines أول بأول. يعني زي ما تتذكر في بداية الكوفيد كان العزل مدة 14 يوم، بعدين إذا ما خاب ظني صار العزل مدة 7 أيام يعني في الفترة الأخيرة. طيب هل هناك في فاكسين للكوفيد؟ نعم، كلنا عارفين الكلام ذا، وفي أكثر من نوع، زي مثلا بعض الشركات قدمت زي الفايزر، زي الأسترازينيكا، زي الموديرنا ونوفاكس للصين وغيرها. طيب هناك يعني بس كنوع من المراجعة والتذكير بالـ PPE وخطواتها في حالات اللي هو الدونينج والدوفينج، اللي هو في حالات اللي هو اللبس والخلع والتخلص منها. طبعا في حالات الدونينج و PPE الترتيب يكون كالتالي. طبعا أنا عارف يعني الحمد لله كلكم عارفين الكلام ذا، بس نراجع كلنا نستفيد. أول شيء نلبس الجاون، بعدين الماسك والرسبيريتور. عفوا قبل الجاون لازم اللي هو الهاند هيجين، ست نقطة هذه لازم يكون في هاند هيجين، سواء هاند روب أو هاند ووش، بعدين الجاون، بعدين الماسك أو الريسبيريتور، الجوجلز أو الفيس شيلد، يعني يا النظارات يا الفيس شيلد، وأخيرا الجلوفز. هذا في حالات اللبس للتجهز للبروسيجر. طيب في حالات إنه مثلا اللي هو الدوفينج، حالات الدوفينج أو التخلص من ال PPE يكون بعملية عكسية، يكون أول شيء الجلوفز، بعدين الجوجلز، بعدين ال سوري أول شيء الجلوفز، بعدين الجاون، بعدين الجوجلز، بعدين الماسك، وكذا يكون يعني الترتيب تتابعي. طبعا أنا أعرف بعض الأحيان صعب إنه يعني stick to it ونمشي عليها بالخطوات، لأنه ممكن واحد ينسى ويلخبط، بس على الأقل يبقى عندك الماسك بالذات في موضوع اللي هو الدوفينج لما تتخلص من الـ PPE، عشان لا قد الله لو كان في شيء contaminated في الجاون في الـ gloves، ما يعني مثلا ما يكون في احتمالية لاكتساب العدوى لا قد الله. هنا الدوفينج تكلمت عنها. طيب انتهينا الآن من الكوفيد، والآن نجي لآخر موضوع بالنسبة لموضوع كورونا فيروس والمارس كوف. الله يبارك في وقت إن شاء الله يكفي الباقي الأشياء. طيب بسم الله، الميرس كوف تقريبا هذا اللي هو الشكل التركيبي للميرس. طبعا فيروسات الكورونا تتشابه إلى حد ما. طبعا اللي هو الانترميديات تقريبا هوس أو الريزرفوار هوس كان بالنسبة للميرس يعتقد أنه كان الكامل، وهذا هو الاحتمال الأغلب، لأنه أغلب الحالات طبعاً يتم انتقال العدوى يا يعني دايركت كونتاكت مع الأنيمالز مع الكامل، أو اللي هو مثلاً الكامل برودكتس زي الميلك وال صار ميرس كوف ميدل إيست ريسبيراتوري كورونا فيروس. ليش؟ لأنه طبعاً ماجد 2012 السعودية أربية انتشر عندنا هنا في السعودية عام 2012، عشان كده سموه ميرس لو ميدل إيست، يعني related to our region. Currently present more than 27 countries including KSA, UAE, Qatar, Australia, Bangladesh, Thailand. يعني انتشر كل هذه كمان الدول. About 2,500 cases of MERS-CoV have been reported till now. With approximately 80 of reported cases have been linked to exposure to in Saudi Arabia. يعني كانت أغلب الحالات 80% من الحالات اللي كانت known cases confirmed يعني اكتشف تواجدهم في السعودية أو اختلطوا يعني بناس infected من السعودية.
للأسف كانت نسبة الفيتاليتي فيه جدا عالية مقارنة بالكوفيد 19. نسبة الفيتاليتي كانت almost 35%. صحيح كان يعني انتشاره قليل، والآر نوت حقه والآر نوت كان جدا بسيط مقارنة بالكوفيد، لكن للأسف حالات الفيتاليتي كانت أو نسبة الفيتاليتي كانت أعلى. hospital outbreak طبيعي زي باقي الباثوجينز could happen. symptoms and clinical picture: most people with this illness present with fever greater than 39 38, cough shortening to breathe. يعني the common symptoms المعتادة للrespiratory infections. In more severe disease in people with weakened immune system, older people and those with chronic disease, cancer and chronic lung disease, ممكن يتعرضوا لأعراض أشد خطورة. طيب suspected male SCOV، طبعا أي حالة مثلا تصنف أو تشخص مبدئيا بالكلينيكال ساينس سيمتومز تعتبر suspected حتى يتم التأكيد من المختبر، عشان بس يعني اختصار الوقت. نفس الكلام اللي قال في باقي اللي هي الفيروسز السابقة. المود اوف ترانزميشن هيومن تو هيومن: ذا فيروس داز نوت باس ايزلي فروم بيرسون تو بيرسون. وهذا طبعا كان يعني اللي مخلي مثلا العدوى ما تنتشر بشكل كبير، كانت تنتقل من شخص لشخص لكن بنسبه جدا قليله. فكان الانتقال الاكبر اللي هو احتكاك البيشنت بالانيمالز especially اللي هو الكاميل. non human to human: history of contact with camels or camels products in the 14 days before the onset of illness. incubation period range from 2 to 14 days, almost the same as the COVID-19. Period of infectivity مجهول لحد الآن. But it can likely to be extended from the onset of fever until 10 days after fever resolves. Prevention and control نفس الإجراءات المعتادة عشان ما يحتاج يعني نعيد. وطبعا مقارنة بالكوفيد لا يتوفر له فاكسين، يعني السارس والميرس لا يتوفر لهم فاكسين، بالعكس بالنسبة للكوفيد 19 يتوفر له أكثر من فاكسين. وهذه طبعا برضو ديموغرافيك ديستريبيوشن، نشوف هنا طبعا المنطقة عندنا يعني باللون الأحمر بحيث أنه الإميرجينج سورس وأكثر عدد حالات كانت عندنا إنفلونزا. راح أتكلم الآن عن الإنفلونزا A والإنفلونزا B والإنفلونزا C. طيب زي ما معروف الإنفلونزا فيروسز سبيشال إنفلونزا A في أكثر من different مثلا strains، طبعا يعني تعتمد باختلاف اللي هو H antigens. في أكثر من H antigen وفي كمان أكثر من N antigen. باختلاف مثلا اللي هو ال H antigen والانتن انتيجين كل ما اختلف يطلع لنوع جديد. عشان كذا يعني بالنسبة للإنفلونزا والكومون كولد اللي بتصير سنويا دائما حتى لو كان عندنا بوست انفكشن سبحان الله يعني تلقى الشخص ممكن يصاب أكثر من مرة وكل سنة، لأنه في نيو إيمرجينج يعني تايبس بسبب موضوع اللي هو اختلاف الانتيجينز واندماجها مع بعض وتكوين أنواع جديدة. طيب هذه الصورة توضحنا يعني بريف يعني أو كويك أوفر فيو على الهيستوري على انتشار ال different types of influenza على مر السنوات. طبعا هذه صورة حقيقية من مستشفى في أوكلاند كان في أمريكا وقت انتشار طبعا Spanish Flu عام 1918. influenza viruses A and B. Influenza A and subtyping such as H1N1, H3N2, H7N9. Influenza B and subtyping such as B Washington, Phuket and B Yamagata. Epidemiology زي ما قلت من أول يتسبب seasonal influenza affects 5 to 10% of the world populations. يعني تصيب يعني عفوا تصيب نسبة عالية يعني من
من سكان الكرة الأرضية تقريبا سنويا أغلب الأشخاص يعني بياخذوا الكومن كولد. It can cause hospital outbreaks and sometimes large pandemics. برضو كمان تنتشر إذا انتشرت في المستشفيات among healthcare workers و among admitted patients تسبب اللي هو very large outbreak. الهوسبيتال outbreak كالمعتاد برضو كمان possible. Symptoms and clinical picture. Symptoms can be mild to severe. The most common symptoms include high fever, runny nose, sore throat, muscle pains, headache, coughing, and feeling tired. These symptoms typically begin 2 days after exposure to the virus and most last less than a week. Gastrointestinal symptoms more common in children than adults. يعني دائما الأطفال هم يتعرضوا للأعراض اللي هي الجي آي تي. Complications من ضمن الكومبليكيشنز حق الانفلونزا اللي فيرال نيومونيا أو فيرال نيمونيا سكندري بكتيريال نيمونيا sinus infections and worsening of previous health problems such as asthma or heart failure. يعني تسبب مشاكل أكثر للأشخاص أساسا اللي عندهم مشاكل في القلب تسبب لهم مشاكل وكمان الأشخاص اللي عندهم الربو ومشاكل في التنفس للأسف يعني تزيد صعوبة الانفكشن عليهم. Diagnosis, symptoms and signs, confirmation using PCR طبعا زي باقي الفيروسز. Mode of transmission human to human from person to person by inhalation or ingestion of droplets containing virus from people sneezing or coughing. Incubation period طبعا incubation period حقتها short مقارنة بال COVID-19 وبال MERS from 1 to 7 days. Period of infectivity, the infected patient is contagious 1 day before onset of symptoms to about a week after symptoms. يعني يكون الشخص معدي قبل بيوم من ظهور أعراضه إلى حد 7 أيام من ظهور الأعراض. Prevention control طبعا vaccinations ضروري طبعا الحمد لله يعني الفاكسينز حق الإنفلونزا متوفرة وسنويا طبعا تتوفر في الحمد لله مجانا عن طريق وزارة الصحة. Respiratory hygiene كف etiquette بس تكلمنا عنه من أول كلينيكال ترياج وباقي الإجراءات المعتادة والفاكسين زي ما قلت في الفاكسين طبعا الحمد لله متوفرة طبعا وتحتوي على 2 strains في الفلونزا A and 2 strains وفي الفلونزا B فيروس عشان يعني تحاول تغطي أغلب اللي هي الحالات الانفكشن أو الانفلونزا. طيب community outbreak intensity هنا يبان عندنا اللي هو يعني كيف يصير الاوت بريك في المستشفى. طيب incidence among specific populations most likely to be hospitalized promotion of vaccination. اكثر شيء تنتقل طبعا بين اللي هم الهيلث كير وركرز وبين المرضى يفضل طبعا نحفزهم على اخذ الفاكسين لانهم اكثر عرضه. أفضل شيء وأفضل حل نسويه عشان نمنع اللي هو الهوسبيتال أوت بريك باختصار على الصورة هذه كلها إنه نحفز الهيلث كير وركرز والبيشنتس على أخذ الفاكسين. فاريسيلا. الفاريسيلا زوستر أو تشيكن بوكس تمام هو فايرال انفكشن وأعراضه متشابهة لحد ما بالميسلز برضو أذر تايب أوف فايرال انفكشن. وهنا مقارنات بينهم طبعا كلهم يكون يعني experiencing or showing fever بالنسبة للchicken box headache tiredness red spots decrease appetite spot turn into itchy blisters يكون فيه طبعا blisters وتسبب حكة اللي هو المعروف بالحصبة. بالنسبة للميسلز تختلف الأعراض نوعا ما يكون في فيفر لكن يكون في اللي هو الريد باوتشي على الجبهة الجبين يكون كمان في اورال افلا اورال بليسترز او في يعني زي تكون في زي البليسترز داخل الميكوزا في الاورال كافيتي يكون كمان في ريد انفلامد ايز راني نوز هاكينج كاف انسور ثروتس
كوبليس كوبليكس سبوتس انسايد ذا ماوث، هذه تكلمت عنها، اسمها العلمي كوبليكس سبوتس، وجود اللي هي بثرات داخل الميكوزا في الفم. طيب هذا هو الارنوت اللي تكلمنا عنه، نفس الصوره بس الان التركيز هنا على الشيكن بوكس. زي ما انتم شايفين هنا الارنوت حقه عالي، يعني شخص واحد ممكن يعدي الى حد 10 اشخاص. الفاريسيلا كباثوجين نون از فاريسيلا زوستر، وهو يعني من مجموعه الهيربس فايروسز، طبعا هي مجموعه. ابيديميولوجي تشيكن بوكس اللي هو الفاريسيلا از هايلي كونتيجوس راش إلنس والسكندري اتاك راشز از ابروكسيميتلي 80%، وزي ما انتم عارفين وزي ما شفنا يسبب راشز وبلسترز، وجدا هذه تكون جدا معديه. تمام، وممكن كمان في الاشخاص اللي يتعالجوا ممكن يصير لي اتاك. It is transmitted from patients with either varicella or herpes zoster by direct contact or airborne spread. للاسف طريقه انتقاله يعني صعبه شويه، لانه ينتقل عن طريق، قصدي عفوا يعني خطره مو صعبه، هي سهله في الانتقال عن طريق airborne spread وعن طريق direct contact. هذه صعب الموضوع ويزيد انتشار العدوى. Once chickenpox has resolved, the virus may remain inactivate in nerve cells about 10 to 20%. هذا يا جماعة الخير إنه في بعض الحالات من 10 ل 20% استقل الفيروس في اللي هو النيرفز اندينجز في نهايات العصبية، وبعدين يعمل اللي هو reactivations اللي هو معروف إذا كانت تسمع عنه اللي هو الشينجلز أو الحزام الناري. طبعا يصير الريكتيفيشن في الاغلب، في الاغلب اذا الشخص كان عنده اصابه قديمه وبعد كذا تعرض مثلا لميونو سبريشن، مثلا تعرض لامراض معينه او يعني يسبب انخفاض الاميونيتي، يقوم يصير له اتاك وريكتيفيشن للفيروس. هوسبيتال اوت بريك طبعا موست كومون symptoms clinical picture chicken box varicella، طبعا شفنا السانس symptoms في الصوره. diagnosis طبعا سانس symptoms كالمعتاد، confirmation using PCR طبعا هذا هو الاصح والادق والاسرع PCR، وبرضه كمان عن طريق الاي جي اي اللي هو طبعا الانتي باديز اجينست varicella zoster برضه كمان تعطي indication، بس دائما يعني نفضل موضوع PCR لانه ادق واسرع. المود اوف ترانسميشن فاريزيلا از هايلي كونتيجوس، ذا فيروس كان بي سبريد فروم بيرسون تو بيرسون باي دايركت كونتاكت انهيليشن اوف ايروسولز فروم فاسكولار فلويد اوف سكين ليجنز، نفس يعني طريقه الانتقال اللي ذكرناها سابقا. انكوبيشن بيريود متوسط الحضانه من 14 ل 16 يوم، والرينج حقها تقريبا من 10 ل 21 يوم، ومده الحضانه اطول. Period of infectivity, patient is infectious from 1 to 2 days before the rash appears and until all lesions are crusted. يعني يكون معدي لمدة يوم يومين قبل ظهور اللي هو الراش على جسمه، ويبقى للأسف معدي إلى أن تطيح كل القشور اللي هي من البلسترز. Prevention and control. طبعا موضوع الفاكسينيشن ضروري، طبعا الحمد لله متوفر له فاكسينيشن، ويعطى طبعا من مراحل الطفولة. برضو كمان ممكن يعني نعمل pre-employment screening of healthcare workers. Patients with uncomplicated chickenpox or shingles should if possible be nursed at home. Chickenpox cases should be placed in isolation. طبعا لازم يصير العزل عشان موضوع نسبة العدوى يعني كبيرة، وزي ما شفت الأرنوت تقريبا كان 10. والحمد لله زي ما ذكرت الفاكسينز متوفرة، تمام، مجموعة فاكسينز. نيجي للميسلز. طيب it's quite similar للشيكن بوكس، وذكرنا طبعا السيميلاريتي بينهم، وبس فروقات بسيطة طبعا في موضوع انه الراش يظهر في الأغلب على الجبين، عندك اللي هو الكيبلوكس سبوتس يظهر inside the mouth، يكون كمان فيه اللي هو احمرار في العين مقارنة بالشيكن بوكس. نفس الشيء هنا اللي هو الدياجرام حق الارنوت، لكن هنا نلاحظ بالنسبة للميسلز it's very and highly contagious it's 18 people يعني one person
كان infect 18 people. يعني يعتبر among the known viruses تقريبا أكثر فيروس معدي عشان الأرنوت حقه عالي. زي ما انتم شايفين شخص واحد ممكن يعدي 18 شخص. ميسلز epidemiology it's highly contagious. زي ما ذكرنا for widespread vaccination major epidemics occurred approximately every 2 to 3 years. قبل طبعا اللي هو application of vaccines, قبل طبعا الزام تطبيق الفاكسينات والتحصينات وكذا, كان يصير تقريبا اللي هو outbreaks كل 2 لـ3 سنوات. وللأسف كان في يصير معه حالات وفيات, لكن فضل الله الآن مع تطبيق اللي هو الفاكسينيشن تقريبا عدمت حالات الوفيات من يعني بسبب حالات الميسلز. Even though a safe and cost effective vaccine is available, in 2018 there were more than 140,000 measles yet globally, most among children under the age of 5. حتى مع يعني توفر اللقاحات, للأسف في عام 2018 كان في outbreak للميسلز وراح ضحيته تقريبا أكثر من 140,000 حول العالم. وإذا ما خاب ظني يعني ما أنا متأكد من المعلومة, كان أتذكر برضو صار outbreak في ذيك الفترة في UK كانوا يتكلموا عنه. والشيء الخبر الأسوأ إنه كانت الوفيات للأسف بين الأطفال في أقل من عمر 5 سنوات. Measles vaccination resulted in a 37.73 drop in measles death between 2000 and 2018. يعني هنا طبعاً جلي لنا واضح كيف فائدة الفاكسين بالنسبة للميسلز. الحمد لله فضل الله قلل حالات الوفيات تقريباً 73% من عام 2000 قناة عام 2018. Hospital outbreak طبعاً جداً وارد. Symptoms والclinical pictures شرحناها سابقاً في الدياجرام. Diagnosis كان معتاد, ممكن بالdetection of IgM antibody طبعاً نرسل العينات لنأخذ serum samples, وممكن كمان نرسل عينات لقسم PCR. Mode of transmission زي ما قلنا هو أكثر فيروس معدي حول العالم, ينتقل عن طريق الايربورن by direct contact. هنا هذه المشكلة تكون, قلنا ليش جدا معدي عشان ينتقل مو بالدروبليتس زي مثلا الكوفيد زي السارس زي الميرز, لا ينتقل عن طريق الايربورن بالإضافة كمان للدايركت كونتاكت. It's spread by coughing and sneezing close personal contact or direct contact. هذه هي الكوبليكس اللي هي spot inside the mouth because of the mouth. Incubation period, the average is 10 days والرينج من 7 ل 18 يوم. Period of infectivity, for public health purposes, this can usually be considered from 5 days before to 5 days after rash onset, بعد حدوث الأعراض. Prevention control, طبعا أول خطوة موضوع اللي هو الفاكسين والحمد لله متوفر اللي هو MMR اللي هو الميسلز مامز روبيلا, عبارة يعتبر عن يعني فاكسين مجمع للميسلز والمامز والروبيلا. وكمان طبعا بالاعتبار اللي هي الأذر بريكوشنز الاير بريكوشنز والكونتاكت بريكوشنز وجميع البريكوشنز يعني المهمة لازم يعني تطبق. طيب في هذا الفيروس known as respiratory syncytial virus اللي هو RSV, هذا الفيروس كمان يعني برضو كمان معدي, يصيب في الأغلب الأطفال, وكمان يعني الأوتبريكس في الأغلب تصير في الهوسبيتلز في المستشفيات. طيب هنا عندنا الشارت أو الدياجرام يبين نسبة اللي هو الكوزيتيف ايجنت للريسبيراتوري انفكشنز among children. لو تلاحظوا انه المسبب او اكبر مسبب للريسبيراتوري انفكشنز في children
اللي هو الـ RSV Respiratory Syncytial Virus مقارنة بـ other types of bacteria مثلا زي الـ Haemophilus parainfluenzae, Streptococcus pneumoniae و other types. Epidemiology, RSV infection can be dangerous for certain pediatric patients. طبعا هو مصيبة للأطفال لكن يكون أكثر خطورة لبعض الأطفال اللي هم الأطفال الخدج اللي يولدوا قبل موعدهم. برضو كمان very young infants especially those 6 months and younger يعني لعمارهم من يوم إلى 6 أشهر. برضو الأطفال اللي أقل من سنتين لكن عندهم مشاكل مزمنة في الرئة ومشاكل في القلب لا قدر الله. والأطفال كمان عندهم مشاكل في المناعة. والـ RSV ممكن كمان يصير جدا خطير للكبار في السن كمان الناس اللي أعمارهم 65 سنة فما فوق والأشخاص اللي عندهم chronic diseases وبرضو كمان الناس اللي عندهم compromised situations. Hospital outbreak commonly happen. Symptoms and clinical pictures. في mild symptoms وفي severe symptoms. Mild symptoms. Cold-like symptoms including runny nose, sore throat, cough and headache. طبعاً زي common cold. والsevere symptoms viral pneumonia, secondary bacterial pneumonia, sinus infections and worsening of previous health problems such as asthma or heart failure. A diagnosis ما في جديد زي other kind of viruses نفس ال protocols. Mode of transmission عن طريق ال droplets مو airborne عن طريق ال droplets. برضو كمان contact with large droplets from that form when child talks, cough or sneeze. يعني لما الطفل يتكلم أو يكح أو يعطس ال droplets اللي تكون هي تكون source of infection. كمان برضو في سبب ثاني contact with respiratory secretions from or contaminated objects. كمان برضو اللي هو getting contact with contaminated objects كمان يسبب عدوى. Incubation period from 4 to 6 days والرينج حقها من تقريبا يومين ل 8 أيام. Period of infectivity, the patient is infectious for 3 to 8 days after symptoms. In severely ill patients and in some children, some contagious viruses may be shed for a few weeks. يعني في بعض المرضى ممكن يبقى الفيروس يعني يتم إنتاجه ويكون البيشنت معدي لأسابيع عدة. Prevention and control, respiratory hygiene, hand hygiene, droplet precautions, proper environmental cleaning, restrict visitor access and movement within the facility. يعني نمنع قدر المستطاع دخول الناس للمستشفيات والأماكن الغير مخصصة مثلا يعني لعامة الناس. الفاكسين للأسف الـ RSV غير موجود لحد الآن غير متوفر. هيباتيتس بي طبعا الهيباتيتس بي في له مجموعة أجزاء في اللي هو السيرفيس أنتيجين في الكور أنتيجين في الهيباتيتس إي أنتيجين. طبعا ليش هنا موضحة في الرسم لأنه الجسم بيفرز لها antibodies against each part of the virus وبرضو كمان يعتبر مثلا الريزلت كإنديكيشن مثلا تعطي دليل هل إنه مثلا يعتبر chronic infection or acute infection or مثلا highly infectious or not. Hepatitis B is a viral infection that attacks the liver and can cause both acute and chronic disease. طبعا زي الهيباتيتس بي يسبب acute و chronic disease بس بعدين حنشوف فروقات بينهم. طبعا الاعراض بالنسبه للهيباتيتس بي في الاغلب تكون اكيوت مقارنه بالهيباتيتس سي. طبعا سبب اللي هي ليفر يعني ديسفانكشن وتلعب في اللي هي الليفر انزيمز وتسبب مشاكل وممكن حتى تسبب تليف في الكبد. WHO estimates that 296 million people were living with chronic hepatitis B infection in 2019 with 1.5 million new infections each year. ففي حالات كل سنة طبعا للأسف جديدة بتصير وممكن يا جماعة الخير يعني نعزو السبب
يعني في سبب واضح ان شاء الله ما اخفى عليكم كلكم، اللي هو عدم توفر فاكسين للهباتيتس، او عفوا في توفر فاكسين للهباتيتس بي بس عن طريق اللي هو الهيموداياليسيس، عن طريق طبعا موضوع اللي هو كمان السيكشوال كونتاكت. هذه الشغلات بتزيد موضوع انتشار العدوى. In 2019, hepatitis B resulted in an estimated 820,000 deaths, mostly from cirrhosis and hepatocellular carcinoma. يعني للأسف as a consequence للي هو hepatitis B infection. Hospital outbreak. بالنسبة للأوتبريك still detected in patients in long-term care facilities, dialysis units. يعني زي ما ذكرنا طبعا مو سهل انه يصير في outbreak، لكن يتم انتقاله among patients اللي يستخدمون the same machine. يعني الله يرفع عنهم ويشفيهم جميعا يا رب، مرضى الكيدني فيلير، عشان يستخدموا نفس عفوا عشان يستخدموا نفس الأجهزة، بالرغم انه يعني طبعا يتم تبديل اللي هي البايبز والباقي الأشياء، إلا في بعض طبعاً الدول وبعض المناطق الفقيرة، يعني الله يكون في عونهم، يعني ما عندهم الإمكانية إنهم يغيروا مثلاً pipes وباقي الأشياء و other tools، ويستخدموا مثلاً بس disinfectant ويستخدموه ل other patients، وهذا يكون مسبب جداً جداً يعني رئيسي لموضوع يعني outbreak في المستشفيات. Symptoms or clinical picture. The onset is usually insidious with anorexia, abdominal discomfort, nausea, vomiting, and occasional rash and athalgia. It often progresses to dark urine and jaundice. زي ما قلت لكم هي تأثر أو تصيب خلايا الكبد، تسبب طبعاً مشاكل في الكبد، تسبب liver cirrhosis، وهذا consequence تسبب اللي هو الجوندس. At least 50% of infectious asymptomatic. أغلب الحالات المعدية للأسف asymptomatic، ما تظهر عليها أعراض. Some cases present with fulminating extensive acute hepatic necrosis. بعض الحالات يعني يصير معها اللي هو أعراض قاتلة شديدة. Hepatitis B infection acquired in adulthood leads to chronic hepatitis less than 5% of cases, whereas infection in infancy and elderly and early childhood leads to chronic hepatitis in about 95 cases. يعني باختصار إذا كان الشخص تعرض يعني لا قدر الله للإنفكشن الهيباتيتس بي بالنسبة للأدلتس مقارنة بالإنفانتس أو اليونج تشيلدرن، الأدلتس لما يتعرضوا لها وهم في سن كبير نسبة قليلة جدا هي 5% تتحول اللي هي كرونيك كيسز وسيتويشنز، والأغلب تكون أكيوت سيمتومز. لكن على العكس تماما في حالات اللي هو اليونج تشيلدرن، تكون لأنهم يتعرضوا لها في سن صغير نسبة 95% من الكيسز تتحول إلى كرونيك، ما تكون أكيوت. طيب الدياجنوسيس، at least one of the following hepatitis B surface antigen عن طريق سحب عينة بلد، ويتم استخدام فصل السيروم وفحصها عن طريق الإلايزا تكنيك or other techniques. طبعا هنا مراحل تحول اللي هو السيرو كونفيرجن طبعا ما تهمنا كثير، مراحل تحول يعني المرض زي ما ذكرنا سابقا، mode of transmission mainly body substances and tissues such as blood, semen and vaginal fluids are capable of transmitting hepatitis B. يعني هو يكون اكثر شيء موجود في الدم، السائل المنوي، في الافرازات المهبليه، عشان كده ينتقل عن طريق اللي هو sexual transmitted، عن طريق يعني sex practice. Via precautions, intravenous, intramuscular, subcutaneous or across broken skin or perimucosal exposure. يعني ممكن يعني التعرض برضو عن طريق اللي هو استخدام اللي هو زي drug users اللي هو subcutaneous أو intramuscular أو intravenous. بعض يعني لطيف الله يعني يشفيهم ويعافيهم متعاطين مخدرات يستخدموا طبعا نفس الإبر، وهذه طبعا تكون source of يعني infection، ينقل الهباتيتس بي من person to person. Incubation period
The average is from 60 to 90 days. يعني الرينج صراحة جدا طويل مقارنة بالكورونا فيروس. Period of infectivity, the case is potentially infective 2 to 3 weeks before the onset of symptoms. Prevention and control. طبعا الفاكسينيشن والحمد لله طبعا بالنسبة للهباتيتس بي من حسن الحظ انه متوفر فيه الفاكسين على عكس الهباتيتس سي. للأسف مو متوفر له فاكسين لكن في المقابل متوفر له علاج، لكن بالنسبة للهباتيتس بي غير متوفر العلاج لحد الآن حسب علمي يعني ما. طيب screening of healthcare workers and vaccination if needed. Ensure that all blood and blood products are screened and not derived from donors at risk of infection. يعني برضو كمان اللي هو blood donation يعتبر مصدر لنقل العدوى. طبعا الحمد لله الآن اللي هي الاختبارات اللي تعمل والprecautions الrestricted واللي هي very يعني صراحة aggressive precautions وهذا الصح اللي هو موضوع التستات اللي تعمل pre-transfusion طبعا كل حماية المريض لأنه للأسف كان يتم نقل العدوى بشكل كبير عن طريق blood donation. يجوا ناس خاص يتبرعوا ما كان طبعا زمان فيه اللي هي يعني زي التقنيات الموجودة الآن ما كان يتعمل البي سي آر تقريبا يمكن من يعني 30 سنة وما أعرف صراحة فكان بس في الأشياء البدائية مثلا والأشياء الأساسية الجولد ستاندرد مثلا زي الإلايزا والأشياء دي لكن مشكلتها ما تسوي اللي هو ديتكشن أوف إيرلي إنفكشن لكن الآن مثلا زي النات عن طريق اللي هو البي سي آر اللي هو الملوكلر ديتكشن يعمل ديتكشن الايرلي انفكشن even within 6 days of getting infection عشان كده الان بعض الحالات في بعض الدول اللي يكون يعني وضع المادي للاسف يعني متدني فيستخدموا الاكياس من المتبرعين بعض المرات للاسف بدون فحص وبعض المرات مثلا باشياء بدائيه في الفحص وما تبين اذا كان في اصابه يعني مثلا حديثه ويعني تنقل العدوى للريسيبيانت والمسكين المريض اللي يكون أصلاً عنده مشكلة أكبر من المشكلة اللي تتنقل له يعني. طيب فعشان كذا من ضمن البريفينشن كنترول جداً إجراء مهم موضوع اللي هو البري ترانسفيوجن تيست اللي بتعمل في المختبر طبعاً ولازم طبعاً إحنا كنيرسز مثلاً أو إنفكشن كنترول نتأكد قبل نقل الدم للمرضى نتأكد إنه نقرأ التستات كلها تكون نيجاتيف معمولة طبعا بشكل صحيح لكل الـ يعني الباثوجينز المفترض تعمل لها اللي هي التستات طبعا لازم استخدام البي بي اي كلينيك اكيوبمنت اند سيرفيسز بوتنشال كونتامينيتد بلاد اور بلادي فلويدز دبل جلوفينج ديورينج اكسبوجر لازم نلبس الدبل جلوفز طبعا هذه تقريبا نفس البريكوشنز نفسها مع الهيباتيتس سي نفس الشيء طبعا بالنسبه لل هيلث كير براكتيشنرز نيفر ايفر ريكاب نيدل يعني لما نسحب مثلا عينه دم من اي بيشنت سواء سسبكتد اور نوت نيفر ايفر ريكاب نيدل عشان لا يصير في عندنا الفينجر برينت ولا قد الله اذا كان البيشنت مثلا مصاب بالهباتيتس بي او السي او الاتش اي بي عشان لا قد الله تنقل العدوى للموظف وبالنسبة لموضوع استخدام عفوا انتقال العدوى عن طريق ممارسة الجنس يعني يفضل استخدام الكوندومز والبروتكتيف اكيوبمنتس الفاكسينز زي ما قلنا بفضل الله موجود يعني متوفر فاكسين لهباتيتس بي هذا تقريبا ديموغرافيك ديستريبيوشن لهباتيتس بي باللون الأحمر تبين النسبة الأعلى للإصابة بالهباتيتس بي. طيب هنا البيكشر هذه توضح إنه أكثر شيء مسبب لنقل العدوى بالنسبة للهباتيتس بي هو الهيتروسيكشوال اللي هو طبعاً السيكشوال براكتسز وتيجي بعدها طبعاً نسبة أقل بالتوالي يعني دراج يوزرز وال في طبعاً النون كيسز وفي كمان هوموسيكشوال أقل دونت ريكاب نيدل
هيباتيتس بي ترانسميسبيليتي. طبعا زي ما قلنا طرق انتقال الهيباتيتس بي يتم عن طريق السيكشوال كونتاكت والنيدل ستيك انجري. مقارنه طبعا هذا يعني الجدول ده يوضح مقارنه بين الهيباتيتس بي والسي والاتش اي في من ناحيه طرق الانتقال. طبعا اختصار الجدول هذا الهيباتيتس بي هو يعني اكثر مسبب لانتقال العدوى عن طريق السيكشوال كونتاكت. يجي بعده الهيباتيتس سي ينتقل بنسبه اقل عن طريق السيكشوال كونتاكت، ويجي بنسبه اقل هو الاتش اي في. بالنسبه للنيدل ستيك كمان نفس الشيء، الهيباتيتس بي ينتقل بنسبه اكبر بنسبه 30%، يجي بعده الهيباتيتس سي، واخيرا اللي هو 0.3% نسبة انتقال اللي هو الـ HIV عن طريق اللي هو النيدل ستيك أو نيدل إنجري. هيباتيتس سي، هيباتيتس سي تقريبا شبيه إلى حد ما لهيباتيتس بي. الفرق إنه يسبب أعراض أغلبها كرونيك، ما هي يعني أكيوت زي الهيباتيتس بي. يسبب طبعا على المدى البعيد ليفر سيروسز ومشاكل اخرى. طبعا متوفر بالنسبه له يعني الحمد لله بفضل الله متوفر في تريتمنت. تمام، برضو تصير حالات هوسبيتال اوت بريكس نفس الشيء عن طريق هو الدياليسيس، عن طريق الدنتال كلينكس، نفس المسببات للهيباتيتس بي. سيمتومز وكلينيكال بيكتشر، اكيوت هيباتيتس سي فيروس انفيكشنز ار يوزوالي اسيمتوماتيك and most do not lead to life-threatening disease. يعني تصير هي في cases acute لكن قليلة جدا وتكون asymptomatic، وأكثر الحالات زي ما قلنا تكون تسبب chronic disease. diagnosis نفس الشيء، ترسل عينات للمختبر، عينات blood ممكن نعملها serology اللي هو antibody detection، وزي ما قلنا دائما الأفضل نعمل هو PCR. المود اوف ترانسميشن ذكرناها طبعا في الجدول، طبعا نفسها هي طرق انتقال الهيباتيتس بي بس طبعا بنسب متفاوته. انكيوبيشن بيريود في منزل الهيباتيتس بي من 40 ل 60 يوم، فتره طويله. بريفنشن كنترول نفس البريفنشنز اند كنترول اللي هي الميجرز والبروسيجرز بالنسبه للهيباتيتس بي. والفاكسين للأسف غير متوفر، يعني الفاكسين متوفر للهيباتيتس بي لكن غير متوفر للهيباتيتس سي، التريتمنت متوفر للهيباتيتس سي لكن غير متوفر للهيباتيتس بي. A difference between hepatitis B and hepatitis C virus. طيب انتشاره في المملكة العربية السعودية الهيباتيتس بي أكثر مقارنة بالسي، وحدوث الكيسز برضو نسبته أعلى هيباتيتس بي بالنسبة لهيباتيتس سي. انتقاله زي ما ذكرنا سابقا ينتقل نسبة أكبر عن طريق السيكشوال كونتاكت، عن طريق انجكتينج دراجز مقارنة بالهيباتيتس سي. نسبة العدوى مع في أعلى. incubation period from 2 to 5 months، يعني تقريبا almost the same، ما فرق كبير بينهم، والأعراض زي ما قلنا نفسها. طيب بالنسبة للأسيمتوماتيك كيسز زي ما قلنا الهيباتيتس بي أقل لأن أغلب الحالات عنده أكيوت، وعلى العكس الهيباتيتس سي أغلب الحالات فيها أسيمتوماتيك تسبب كرونيك ليفر بروبلمز. الأكيوت كيسز في البي كومون وفي السي رير. كرونيسيتي زي ما قلنا السي طبعا اكثر. كرونيك ليفر ديزيز خطورة طبعا في السي اكثر. سيرولوجي اكيوت اند كرونيك طبعا يعني يتعملوا ديكشن للهيباتيتس بي في حالات الاكيوت والكرونيك، لكن بالنسبه للسي يعمل فقط في حالات الكرونيك. الفاكسين زي ما ذكرنا متوفر في البي لكن غير متوفر في السي. هيباتيتس اي هذا اللي هو demographic distribution. Hepatitis A virus is an inflammation of the liver
that can cause mild to severe illness. Almost everyone recovers fully from hepatitis A with a lifelong immunity. الأغلب الأشخاص اللي يصابوا هتبقى عندهم مناعة إن شاء الله يعني مدى الحياة، لكن نسبة قليلة من الأشخاص المصابين ممكن لا قدر الله يعني تحصل لهم وفيات. Hospital outbreak. Hepatitis A outbreak infrequently happened among hospital patients and healthcare workers. يعني ما يحدث يعني بنسبة كبيرة. Symptoms or signs. A fever, malaise, anorexia, nausea, or abdominal discomfort. كمان ممكن يكون في jaundice. Elevated serum, aminotransferase levels. يعني يصير في لخبطة في الليفر function enzymes. Cases are often asymptomatic, unlike B and C. Hepatitis A does not cause chronic liver. يعني دائما حالاته acute. Diagnosis, يتم تشخيصه positive hepatitis A specific IgM in serum. يتم تشخيصه عن طريق السيرولوجي. Mode of transmission يختلف طبعا طريقته مقارنة بالB والC عن طريق اللي هو ingestion of contaminated food and water. وعشان كده دائما يصير فيه اللي هو الفود اوت بريكس عن طريق اللي هو الكونتامينيتد هاندز اوف فود هاندلرز. كيوبيشن بيريود افريجز 28 دايز. بيريود اوف انفكتيفيتي ماكسيمم انفكتيفيتي از ديورينج ذا فيرست تو سكند ويكس بيفور اند ذا فيرست فيو دايز افتر ذا اونست اوف جوندس. فاكسينيشن اوف تشيلدرن اند هاي ريسك جروبس. طبعا بفضل الله يعني الفاكسين متوفر. طيب اخيرا الروتا فايروس. الروتا فايروس طبعا شبيه بال اللي هو الانفلونزا اي فايروس من ناحيه اللي هو الاعراض والسيمتومز، طبعا دائما يسبب اللي هو الجي اي تي بروبلمز. روتا فايروس كونستيتيوتس ذا برينسيبال كوزال ايجنت اوف انترا هوسبيتال داريا ان تشيلدرن. يعني هو المسبب الرئيسي للداريا للاطفال اللي يكون ادميتد في الهوسبيتالز. انسيدنس اوف انترا هوسبيتال gastroenteritis برضو يسبب gastroenteritis symptoms. يتسبب في يعني تنويم عدد كبير من الأطفال اللي got infected with rotavirus اللي هم الأعمار أقل من 5 سنوات. وطبعا يصير في حالات hospital outbreak. Signs and symptoms زي ما قلنا fever, abdominal pain and vomiting. يعني في الأغلب GIT symptoms ويسبب كمان gastroenteritis immunocompromised and elderly. Mode of transmission. The transmission is from person to person and indirectly. Rotavirus can be spread by contaminated hands, objects, toys and foods. في الأغلب عن طريق contaminated food, water and objects. Incubation period, very short, from 1 to 2 days. Prevention and control, طبعا الفاكسينيشن شيء جدا مهم. الهاند هيجين والبي بي اي جدا مهمة. ممكن نستخدم كمان موضوع اللي هو single room or cohort isolation في حالة وجود عاد يعني حالات كثير. طيب والفاكسين زي ما قلنا متوفر بفضل الله، متوفر الفاكسين ويعني يحمي بنسبة كبيرة ضد روتافيروس انفكشن. أي طبعا أغلب أنواع الفاكسينز المهمة واللي تأخذ كوفيد 19 فاكسين، هيباتيتس، إنفلونزا، ميسلز، مامز أند روبيلا، فاريسيلا، تيتانوس، ديفتيريا، برتسس أند بنينجوكوكل. وأخيرا الحمد لله يعني انتهينا. أعتذر على الإطالة بس إنه للأسف الكونتنت اللي كان مطلوب مني إني أقدمه كان لازم أغطيه طبعاً بالكامل، فإن شاء الله يعني.